لا تخلو أي بلد من البلدان في العالم من وجود أماكن مهجورة، سواء هجرت لبضعة أشهر أو لعدة سنوات لظروف غامضة، أو كان ذلك بسبب عدم حاجة أهلها للسكن فيها لاستغنائهم عنها، وهذا يجعل تلك البيوت مسكناً للجن. وكذلك بعض المنازل التي يسكنها أهلها يتم هجر بعض الغرف أو الأماكن في ذلك المنزل، ويكون ذلك المكان مسكناً للجن، كفانا الله وإياكم شرهم. وأيضاً اقتناء بعض العائلات للتماثيل في منازلهم أو الأغاني الصاخبة فيها، ولقلة ذكر الله في ذلك المنزل يكون سبباً في وجود الجن المؤذي في المنزل نفسه. والذي يغفل عنه الكثير من الناس هو عدم ذكر الله عند دخولهم للمنزل، وكذلك إلقاء السلام على أهل بيته، وهذا الأمر يكون ضماناً للشياطين في البقاء والمبيت في هذا البيت. قصتنا اليوم عن منتجع كبير في إندونيسيا، وسوف نتعرف ما هي قصة هذا المنتجع وما هي حكاية تلك الفيلا المسكونة فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم كل خير. وقبل نبدأ القصة نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معكم أخوكم عبد الله السالمي. قصتنا اليوم راح تكون عن منتجع في إندونيسيا. القصة هذه حصلت لبعض الشباب من المملكة العربية السعودية، من سكان مدينة جدة تحديدا. قبل نذكر القصة لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصل لكم إشعارات القناة، كذلك الضغط على زر الإعجاب حتى يتم ترشيح هذه الحلقة على اليوتيوب. وأمر مهم قبل نبدأ هذه الحلقة أيضا، أتمنى منك عزيزي المشاهد أن تحصن نفسك بالأذكار والأدعية الشرعية قبل أن تسمع هذه القصة. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. أحداث القصة هذه حصلت في إندونيسيا، ويذكر لنا القصة أخونا حسين. يقول حسين: حنا ثلاثة أصدقاء، أنا وإبراهيم وسعود، وكلنا من أهل جدة، ومن عاداتنا في كل عام نحب نسافر خارج السعودية إلى بعض الدول اللي يكثر فيها الأشجار والغابات والمناظر الطبيعية، وأحيانا نسافر أكثر من مرة في كل سنة. حنا من هواة التصوير، ونحب نأخذ معنا عدة التصوير أثناء السفر حتى نصور المناظر الطبيعية من أشجار وغابات وكذلك الشلالات. في إحدى السنوات قررنا نسافر إلى إندونيسيا، تحديدا إلى جزيرة بالي. هذه الجزيرة تكثر فيها الشلالات والكهوف والأماكن الجميلة والمناظر الطبيعية، وفيها من الجمال الشيء الكثير. حجزنا سكن لنا في إحدى المنتجعات في جزيرة بالي، والسكن كان عبارة عن فيلا كبيرة جدا مكونة من طابقين. الطابق الأول كان عبارة عن صالة كبيرة وفيها عدة أماكن للجلوس، أما الطابق الثاني كان مكون من 4 غرف كبيرة جدا، وكانت هذه الفيلا تطل على مناظر جميلة جدا. موقعها في أسفل الجبل، والجبل كان يكسوه الأشجار بشكل جميل، كذلك كانت الفيلا تطل على الشاطئ. والشيء الجميل إن مكان الفيلا في آخر المنتجع، يعني بعيد عن إزعاج السياح. رغم أن الفيلا كبيرة لكن كان رسوم الحجز جدا معقول بالنسبة لنا. توجهنا إلى إندونيسيا ومعنا عدة التصوير. وصلنا إلى الاستقبال وكان الحجز جاهز وأيضا الفيلا جاهزة. أخذنا أغراضنا وتوجهنا إلى الفيلا. أول ما وصلنا كل واحد فينا أخذ له غرفة وحط أغراضه فيها، وصديقنا إبراهيم كذلك، لكن كان إبراهيم يحب ينام في الصالة، وقال إبراهيم: أنا بنام في الصالة تحت، أحب صوت الشلال وصوت أشجار الغابة، وراح أترك باب الصالة الخارجي مفتوح. أنا وسعود وإبراهيم محافظين على الصلاة ولله الحمد، لكن إبراهيم كان أكثر واحد فينا ملتزم ومحافظ على أدعية الصباح والمساء، وكذلك حافظ للقرآن الكريم ودائما محصن نفسه، وكان يذكرنا نقول الأدعية والأذكار. المهم وصلنا قبل وقت المغرب فترة قصيرة. من طول هذه الرحلة كنا مرة تعبانين، قررنا ننتظر حتى وقت العشاء نصلي ونتعشى وننام، ومن بكرة إن شاء الله نطلع نتمشى في المنتجع. جهزنا عدة التصوير والأشياء اللي نحتاجها معنا، وبعد ما خلصنا الصلاة تعشينا وكل واحد فينا راح لغرفته هنا، لكن إبراهيم نزل للصالة تحت وترك الباب مفتوح وراح ينام. توجهت للسرير وحطيت راسي وبديت أنعس. حسيت بعطش لكن بسبب التعب والإرهاق ما حبيت أقوم من السرير. على ما دخلت في النوم بديت أسمع أصوات ناس يتكلمون برا الفيلا، أصواتهم ما كانت واضحة، كنت منزعج منهم لكن من التعب ما حبيت أقوم. قلت في نفسي هذول الحراس وشوي يروحون. غطيت في نوم عميق حتى حسيت في إبراهيم يصحيني لصلاة الفجر. صحيت لكن كنت مرة معرق وملابسي كانت مبللة جدا وكأني راش على نفسي موية، كذلك كان جسمي حار. قمت جهزت للصلاة وصليت الفجر، لكن شد انتباهي وجه إبراهيم ما كان طبيعي وكأن في شيء. سألت: عسى ما شر إبراهيم، فيك شيء؟ قال: لا ما فيني شيء، يمكن لن توني صاحي من النوم والمكان جديد ما نمت زين. ما اقتنعت من كلام ابراهيم لكن ما حبيت ألح عليه، وكنت ألاحظ ان ابراهيم كل شوي يلتفت باتجاه الغابة، كان يطمن علينا بزيادة بطريقة غير مألوف، يعني يسألنا اذا كنا مرتاحين في النوم امس.
كذلك يوصينا نحافظ على أذكار الصباح والمساء. بعد ما انتهينا من صلاة الفجر أفطرنا ولله الحمد، وفي الصباح طلعنا نتمشى وتوجهنا للشلالات وبدينا نصور الأشجار والمناظر الطبيعية. دخلنا أحد الكهوف نكمل التصوير فيه، كان منظر الكهف من الداخل مرة جميل، وكملنا يومنا طبيعي. ثم توجهنا إلى أحد المطاعم في المنتجع، تعشينا ورجعنا للفيلا حتى ننام ونرتاح. دخلنا إلى الفيلا وحسيت بشعور غريب مرة، وكأن في أحد معنا داخل الفيلا. توجه سعود وإبراهيم ينامون، وقلت في نفسي أروح أتروش وأنام خفيف أفضل. دخلت الحمام عزكم الله، بعد ما طلعت من الحمام تفاجأت إن ملابسي كانت كلها مبعثرة على الأرض، وأنا متأكد إني رتبتهم وحطيتهم في الدولاب. جاء في بالي يكون سعود أو إبراهيم حابين يمقلبون فيني، لكن حتى لو كان مقلب ما يكون بالطريقة هذه. تضايقت من الموقف كثير وطلعت من الغرفة وتوجهت إلى غرفة سعود وأنا مرة زعلان. دقيت الباب وفتح لي سعود، بديت أعاتبه على الحركة اللي سواها في الغرفة، لكن الغريب أن سعود فتح الباب وعطاني ظهره وتوجه داخل الغرفة، كان باتجاه السرير ولا كان يرد علي. بديت أناديه وأنا مقهور منه، لكن ما كان يرد علي ولا حتى يلتفت لي. دخلت وراه وحطيت إيدي على كتفه، وفجأة سعود وقف ويلتفت لي وكأنه توه صحى من النوم، وكان مستغرب كيف أنا دخلت الغرفته. قلت له بطل حركات الأطفال ولا عاد ترمي ملابسي على الأرض. صار يناظر لي سعود وهو مصدوم، قال حتى أنت ملابسك على الأرض؟ ودخلني داخل غرفته وقال شوف ملابسي متناثرة على الأرض، وفعلا حصلت ملابس سعود على الأرض. وتوقعنا أن إبراهيم كان يسوي مقلب فينا. توجهنا إلى إبراهيم، والغريب أن إبراهيم كان داخل في نوم عميق. صحينا إبراهيم من النوم وبدأنا نعاتبه على أسلوبه معنا، وحلف لنا إبراهيم أنه أصلاً ما صعد للدور الثاني ولا حتى فاهم إيش السالفة. وقلنا له أجل مين اللي خرب الغرفة ونثر الملابس على الأرض؟ هنا جلس إبراهيم وكأن ملامحه فيها شيء، وقال يا عيال أبي أوصيكم على شيء مهم جداً، أطلب منكم قبل لا تنامون تقرون آية الكرسي والمعوذات وأذكار النوم، ضروري جداً. وبدأ يذكرنا في بعض الأدعية اللي فيها حصن من الأذى من الشياطين بإذن الله. كان إبراهيم دائماً يذكرنا في الأمور هذه، لكن هذه المرة كان حريص جداً، كأنه يعرف شيء حنا ما ندري عنه. رجعنا أنا وسعود وكل واحد فينا دخل غرفته ونفذنا وصية إبراهيم وقلنا الأذكار والتحصيل ونمنا ليلتنا هذه طبيعي. ومن ثاني يوم صحينا الفجر كالعادة، صلينا وافطرنا، طلعنا من الفلة من الصبح بدري، وإحنا طالعين وواقفين عند باب الفلة لمحت واحدة من العاملات اللي تعمل في المنتجة، كانت كبيرة بالسن وكانت واقفة وعينها علينا بنظرات مرعبة وتخوف، وكنت أطالع لها وهي مستمرة تطالع لي وكأنها تبي تقول شيء، كان واضح عليها الخوف. صراحة شدت انتباهي وجاني فضول أكلمها، لكن كنا مستعجلين ومتحمسين نطلع ناخذ جولة قد ما نقدر حتى لا يفوتنا الوقت. كالعادة كملنا يومنا طبيعي في التمشيات والتصوير. لما رجعنا إلى الفيلا وقت صلاة العشاء صلينا وراح سعود وإبراهيم ينامون، أما أنا ما قدرت أنام لأن كنت شارب قهوة بشكل كبير وصابني الأرق، وصرت أتقلب في فراش يمين ويسار ماني قادر أنام. في اللحظة هذه نسيت كلام إبراهيم ولا قرأت آية الكرسي ولا حتى الأذكار ولا التحصيل، وقلت بيني وبين نفسي دام ما فيني نوم أقوم أجلس على البلكونة أغير جو شوي وأشم هواء نظيف وأسمع صوت الشلال حتى يجيني النعاس وأرجع أنا. توجهت للبلكونة، جلست أتأمل منظر الغابة في الليل وصوت الشلال والهواء كان مرة جميل. كان أكثر شيء معجبني هو منظر الجبل وكيف ينزل منها الشلال، وخاصة أن إنارة المنتجع تعطي جمال للمنظر. وأنا على هذا الحال جت عيني على الغابة في أسفل الجبل، ولمحت زول حرمة بين الأشجار واقفة في الغابة وكانت تناظر فيني. ركزت شوي وصرت أناظر فيها، قلت ممكن خيال أو يتهيألي وأركز في النظر إلا وفعلا هذه حرمة واقفة في الغابة. كان وقفتها مرعبة وغريبة في نفس الوقت، صرت أكلم نفسي وأقول هذا إيش اللي مطلعها في هذا الوقت وهذا المكان، وخاصة أن المكان تحت في الغابة مظلم، لكن كان هيئتها تبين أنها حرمة عادية. اللهم إن شعرها طويل وهذا شيء طبيعي في إندونيسيا، نشوف نساء شعورهم طويلة، لكن كان ملابسها محفوسة واضح أنها متسخة. كذلك لون بشرتها كان يعطي إلى اللون الشاحب، قدرت أعرف لون بشرتها لأن غرفتي كانت في الدور الثاني وإنارة المنتجع في كل مكان، والغريب أنها ما غير تناظر فيني ولا تتحرك. جلسنا على هذا الحال تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة وهي واقفة في مكانها تناظر فيني. بصراحة خفت من المنظر ولاني عارف إيش تبغى هذه الحرمة. دخلت الغرفة وسكرت باب البلكونة، قلت يمكن هذه الحرمة محتاجة مسكين، لكن حتى وإن كانت كذلك كيف دخلت في المنتجع وهي بالمنظر هذا؟ بعد 10 دقائق تقريبا جاني فضول أقوم أفتح ستارة البلكونة أشوف الحرمة هل ما زالت موجودة أو مشت. وجهت إلى باب البلكونة وفتحت الستارة إلا فعلا ما زالت موجودة في مكانها ونفس نظراتها. أعوذ بالله هذه وش تبي؟ لكن هالمرة أحس نظراتها شوي حادة وكأنها حاقدة. وبينما أنا أناظر لها وأقل من 5 دقائق مشت الحرمة وتوجهت إلى الباب الخارجي للفيلا تحت، وكان الباب مفتوح لأن إبراهيم نايم تحت في الصالة. دخلت وسكرت باب البلكونة وقلت لو تدخل راح ينتبه لها إبراهيم أكيد بيكلم ويتفاهم معه، وأنا في الدور الثاني يعني ما راح تقدر أصلا توصل لي. توجهت للفراش وجلست أتقلب يمين ويسار تقريبا نص ساعة، وأول ما بديت أنعس سمعت صرخة قوية صوت حرمة، وكان الصوت هذا من جهة الغابة. فزيت من مكاني ورحت للبلكونة أطالع
ولا حصلت أحد، وصرت أناظر يمين ويسار ومن جهة المدخل لكن ما في أحد. قلت ممكن بسبب النعاس يتهيأ لي الصوت. رجعت للفراش وكنت نعسان، حطيت راسي على المخدة ونمت. وبعد ساعة إلا وباب غرفتي يضرب بقوة ويحرك مقبض الباب من برا، وأنا من عادتي أقفل باب الغرفة قبل أنام. قمت من رعوبة توجهت الباب الغرفة بسرعة وصرت أقول مين أنت، لكن ما غير أسمع صوت شخص برا عند الباب يلهث ويحاول يتكلم لكن ما هو قادر، والصوت كان أقرب ما يكون صوت سعود. فتحت الباب ودخل علي سعود بكل قوته حتى أنه دفع الباب وطحت أنا على الأرض. وأول ما دخل سعود سكر الباب وراها بسرعة وقفل الباب بالمفتاح. أنا مصدوم ومرعوب بنفس الوقت من موقف سعود. قلت له إيش اللي فيك؟ عسى ما شر. لكن سعود كان شكله مرعوب ولون وجهه متغير ويرجف وحضني بقوة وهو يبكي ومو قادر يتكلم، وكان مرة منها. مسكته وبديت أقرأ عليه آية الكرسي والمعوذات حتى يهدأ، وكنت أحاول أفك نفسي منه حتى أروح أنادي إبراهيم، لكن كان سعود مرة متمسك فيني ولا قدرت أفك نفسي منه. كان سعود يترجاني أبقى معه، قلت له أبشر ما راح أخليك، بكون بجنبك. استمريت في قراءة بعض من سور القرآن الكريم حتى هدأ شوي. سألته وش اللي صار معي، قال سعود بعد ما دخلنا الفلة توجهت لغرفتي حتى أنام، طفيت إنارة الغرفة بالكامل، وعلى ما انعست شوي وأسمع صوت صراخ حرمة، وكان صراخ مرة مرتفع. فتحت عيوني وأنا مفجوع والتفت من وين جاء الصوت، وشوي إلا وأسمع صوت اثنين يتكلمون ويهمسون في الغرفة. فتحت نور الأبجورة قريبة مني، وكان هذا النور خافت جدا، ولاحظت فيه زول شخص في زاوية الغرفة. كان هذا الشخص واقف ومعطيني ظهر. لما ركزت على هذا الشخص طلعت حرمة وصدمت منها، قلت هذه شلون دخلت غرفتي، وكانت طالع الجدار وظهرها علي. وفجأة لفت وجهها علي وكان شعرها طويل وملابسها متسخة وبشرتها شاحبة. يقول سعود لما شفت هذه الحرمة اللي ما أدري من وين دخلت علي بدت تتكلم معي باللغة الإندونيسية وأنا ماني فاهم منها شيء. حاولت أقرأ القرآن وأتعوذ بالله منها لكن ما قدرت، وصرت أتلعثم ولا قدرت أجمع كلمة واحدة صح. هنا صارت هذه الحرمة تقرب علي شوي شوي، وكل ما تقرب علي كانت ملامحها تصير أوضح وكأن وجهها محروق، وكل ما قربت علي كان نور الأبجورة يعكس وجهها أكثر. فجأة قدرت أتحرك وطلعت من الغرفة أركض خايف، حتى وصلت الباب غرفتك دقيت عليك الباب، كنت أشوف الحرمة طالعة من غرفتي ومتجهة لي وهي تمشي شوي شوي حتى فتحت الباب لي أنت ورميت نفسي عليك. هنا ولما سمعت قصته بديت أهديه وأقرأ عليه، ولا حبيت أقول له ان انا شفت هذه الحرمة تحت في الغابة حتى ما ازيد عليه خوف، لان حالته كانت صعبة مرة. قلت له تعوذ من الشيطان وذكر الله والامور طيبة باذن الله، يمكن من التعب كنت تحلم او يتهيأ لك، لكن تعال نروح لغرفتك وراح اثبت لك ان ما في شيء باذن الله. رفض السعودي يروح لغرفته في البداية حتى اقنعته وتوجهنا لغرفته. صراحة أنا أصلا كنت خايف لكن اضطريت أسوي كذا حتى أهديه. طلعنا من غرفتي وتوجهنا لغرفة السعود. كان الممر مظلم ولكم أن تتخيلون كمية الخوف والرعب، حنا نمشي في هالممر المظلم ومتوجهين لغرفة السعود. كنت أمشي وسعود ماسك قميصي من ورا، كان يرجف وخايف، وأنا أقرب من غرفته وأقرأ آية الكرسي والمعوذات، كل خوفي إن هذه الحرمة تطلع في وجهي. وصلنا لغرفة السعود وكانت الغرفة مظلمة بالكامل. سألت السعود أنت يوم طلعت من غرفتك كانت أنوار الغرفة طافية؟ قال سعود لا، كنت فاتح إنارة الأبجورة قبل لا أطلع. استغربت لأن الأبجورة كانت طافية. دخلت للغرفة وأنا أقرأ آية الكرسي وبسرعة فتحت إضاءة الغرفة، لكن الغرفة كانت فاضية. وقلت له شوف بنفسك الغرفة ما فيها شيء، شكلك كنت تحلم. وقلت له تعال ننزل نروح حق إبراهيم. ويوم وصلنا عند إبراهيم وصحيناه من النوم وقلنا له القصة بالكامل، قال إبراهيم لنا لما طلعت فوق قلتوا أذكاركم آية الكرسي؟ قلنا بصراحة ما قلنا الأذكار. هنا ملامح إبراهيم تغيرت وكأنه يخبي علينا شيء. قلت له يا إبراهيم إذا أنت شايف شيء وتخبيه عنا قول لنا الحين نبي نعرف. قال إبراهيم لا تخافون ما في شيء، لكن المسلم لازم يحصن نفسه دائم لأن الشيطان يقدر يدخل على الإنسان في كل وقت، والظاهر أن أنتم ما حصنتوا أنفسكم. قرأ علينا إبراهيم بعض الصور من القرآن الكريم، عطانا ماء مقري عليه، شربنا من المويه وغسلنا وجيهنا منه ولله الحمد، هدت انفسنا شوي، حسينا براحه وسكينه. طلعنا فوق حتى ننام ورفض سعود ينام في غرفته وطلب مني ينام معي في غرفتي. وافقت لان سعود حالته كانت صعبه، نام معي في السرير وكان ملاصق ظهره في ظهري. انا ما اخفيكم في النهار الفله شكلها جميل ومريح، لكن من يدخل الظلام احس في شيء غلط يصير في هذه الفله. المهم نمنا انا وسعود وصحانا ابراهيم حتى نصلي الفجر. بعد ما انتهينا من الصلاه افطرنا واتصلت على الاستقبال وطلبت منهم يرسلون لنا عامل نظافة حتى ينظف الفيلا ويرتبها لأن لها كم يوم ما في أحد جاء ينظفها. قالوا إن شاء الله بنرسل لكم موظف. انتظرنا لكن ما حد جاء، وبصراحة استغربنا منهم لأن خلال فترة إقامتنا ما جاء أحد ينظف الفيلا أبد، والآن اتصلنا وبرضو ما جاء أحد. انزعجنا من التصرف هذا وتوجهنا لموظف الاستقبال وبدأ إبراهيم يتكلم معاهم، وكنت ألاحظ أن في عاملة واقفة بعيدة شوي وتناظر لنا بنظرات غريبة وكأنها خايفة منه. العاملة هذه هي نفسها اللي شفتها أول ما وصلنا
المنتجع وسوينا دخول وتوجهنا للفيلا ومعنا الاغراض. صراحة انا ماني فاهم ايش تبي بنظراتها هذه، او ممكن هذه طبيعتها، لكن كانت فعلا نظراتها تخوف ومرعبة. بعد ما انتهى ابراهيم من كلام مع الاستقبال طلعنا كالعادة ورحنا رحلة الاستكشاف. لما رجعنا الى الفيلا تشجع سعود وقال انا بروح انام بغرفتي. توجهت انا لغرفتي ونمت على السرير وصرت اتفرج وراجع الصور اللي صورناها اليوم. وبعد ساعتين تقريبا اسمع باب غرفتي يدق، توقعت انه سعود، قلت ممكن انه حب ينام عندي. فتحت الباب وتفاجأ ان ابراهيم واقف على الباب. استغربت منه كيف ما نام حتى الان، قلت له عسى ما شر ليش ما نمت. رد عليه وقال اسف اذا صحيتك من النوم، وكان يكلمني واعصابه بارده ولا في اثر خوف. قلت له لا بالعكس انا ما كنت نايم، كنت اتفرج على الصور. وبدون اي مقدمات صار ابراهيم يناظر داخل الغرفه. قام يتلفت وكأنه يدور على شيء، سألني فيك شيء أو تحس في شيء؟ استغربت من سؤاله وتصرف، أنا خفت منه. رجعت ورا شوي وأقول في نفسي إن هذا مو إبراهيم، سكت ما تكلمت. جلس يطالع لي وقال بصوت هادي لا تخاف يا حسين، أبيك ترد على سؤالي، هل شفت شيء غير طبيعي في الغرفة؟ قلت له لا ما شفت شيء. قال إبراهيم حصنت نفسك اليوم؟ قلت بصراحة نسيت أحصن نفسي. جلس يطالع لي بنظرات غريبة وأنا مرتعب منه. قال طيب حصن نفسك واقرأ آية الكرسي وأذكار النوم. الحمد لله حصن نفسي دائما بكلام الله والأذكار، وما أخاف إلا من رب العالمين. لكن من ذاك اليوم اللي جيتوني فيه واتهمتوني إني إرامي ملابسكم على الأرض عرفت إن في شيء في البيت. من قبلها كنت أسمع صوت جاي باتجاه الغابة وكأن في شخص يمشي متجه للفلة، وكذلك كنت أسمع أصوات غريبة جدا، لكن أتعوذ من الشيطان وأقرأ الأذكار والمعوذات وكل شيء كان يختفي ولله الحمد. في ليلة من الليالي كنت نايم وشفت حرمة ما أدري شلون دخلت علينا الفيلا، كانت واقفة عند الباب المطل على الغابة اللي أنا دائما أخليه مفتوح، والحرمة شعرها طويل وملابسها متسخ، وكانت واقفة بعيد وكانت تناظر لي. أول ما شفتها سميت بالله وتعوذت من الشيطان وصرت أقرأ في سورة البقرة إلى أن صرخت بصوت عالي واختفت من قدامي. بعدها رجعت نمت. أما اليوم وأنا نايم حسيت إن في أحد يزحف باتجاهي، يوم فتحت عيني اختفى الصوت، لكن لاحظت إن إنارة الحمام تفتح وتسكر وما في أحد. قمت من مكاني وأنا أقرأ القرآن متجه إلى ذاك الحمام، لكن الحمام كان فاضي والباب مفتوح. ولما قربت إلى الحمام وأنا أقرأ القرآن وقف كل شيء. وبعدها سمعت صرخة جاية من وراي، التفت ورا ولا شفت أحد، خاصة إن الصوت جاي من الصالة اللي كنت نايم فيها. ولكني بدأت أستوعب، عرفت إن الفيلا مسكونة بالجد. فكنت دائما أوصيكم من أول يوم شفت فيه الحرمة إنكم تحافظون على الأذكار تحصلون أنفسكم. وبعدها قلت خليني أصعد وتطمن عليكم، خفت إن فيكم شيء لأني أعرف إنكم غير حريصين على الأذكار وقراءة القرآن. وقال إبراهيم أنا برجع أكمل نومي في غرفتي، وطلب مني أخلي سعود عندي في الغرفة لأن سعود كان خايف واحتمال إنه يصير فيه شيء. وراح إبراهيم لغرفته ينام، وأنا وسعود نمنا في غرفتي، وأنا جلست أفكر بكل كلمة قالها إبراهيم. هل اللي يقول إبراهيم فعلا صاير معنا؟ طبعا نظام السقف الفيلا هرمي وما كان فوقه شيء إلا هذا السقف، وفجأة بديت أسمع صوت أحد يمشي على هذا السقف. خفت وأنا أسمع هذا الصوت، حتى سعود كان خايف لما سمع هذا الصوت. قلت له خلك موجود في الغرفة أنا بروح أنادي إبراهيم وأرجع. قال سعود مستحيل أجلس لحالي. توجهنا إلى غرفة إبراهيم وقلنا له يا إبراهيم تسمع الصوت اللي جاي من السقف؟ قال إبراهيم لا ما أسمع شيء. استغربنا منه، لكن أنا وسعود كنا نسمع الصوت. قال إبراهيم خلاص أنا جاي معكم الغرفة لأن ما بقى شيء على صلاة الفجر، بكمل هذه الساعة الأخيرة أقرأ القرآن عندكم وأنتم ناموا، وأنا إن شاء الله إن جاء وقت صلاة الفجر بصحيك. توجهنا لغرفتي وجلس إبراهيم يقرأ القرآن الكريم، وأنا وسعود نمنا نوم عميق. وجلس إبراهيم يقرأ ويرتل القرآن بتلاوة جميلة وهادية كلها خشوع إلى أن دخل وقت صلاة الفجر. صلينا مع بعض. بعد صلاة الفجر قال إبراهيم أنا بنام شوي وصحون على الساعة 7 الصبح. وفي الصباح توجهنا إلى موظف الاستقبال وبدينا نقول لهم إن الفيلا مسكونة، يا أنكم تغيرون الفيلا أو أنكم تسترجعون فلوسنا للأيام المتبقية. فقالوا خلاص إذا في فيلا ثانية بنشوفها لكم تنقلون أغراضكم لها. تركناهم وطلعنا نتمشى برا، لكن لما كنا نرجع الفيلا نحس بضيقة، وهالليلة كانت آخر ليلة لنا. رجعنا إلى الفيلا وصانا إبراهيم بالأذكار وقال خلاص خلونا نقضي هذه الليلة هنا. وفعلا كل واحد اتجه إلى غرفته، لكن أنا ماني عارف ليش تلقفت ورحت للبلكونة. أول ما فتحت ستارة البلكونة إلا وأشوف الحرمة هذه واقفة في مكانها، وكانت هالمرة نظراتها لي نظرات حقد وشر. خفت منها وبدأت أقرأ من القرآن الكريم حتى اختفت. دخلت وقلت خلاص بروح أنام وبكرة إن شاء الله يغيرون الفلة هذه. رحت للسرير ونمت ما يقارب ساعة، لكن حسيت إن في شخص قاعد بجنبي على السرير وأنفاسه في وجهي. فتحت عيوني إلا وهذه الحرمة نايمة بجنبي، وجهها كان محترق وتتنفس بوجهي وريحتها مرة كريهة لدرجة صرت أبي أستفرغ أنتم كرامة من نتانة ريحتها، لكن ماني قادر لا أتكلم ولا أتحرك ولا أسوي أي شيء، وكأني مربوط وهي بجنبي. حاولت أسكر عيوني لكن ما قدرت، صرت أحاول أني أقوم لكن كأن في شيء شدني في مكاني، وصارت هذه الشيطانة
تقرب علي شوي وأنفاسها مرة كريهة، وأنا ميت رعب وخوف من المنظر هذا. وفجأة قدرت أبعد راسي عنها وأطالع في زاوية الغرفة، إلا وأشوف في زاوية الغرفة بنت صغيرة بدون ملامح، لكن شعرها كان طويل. رجعت وجهي باتجاه الحرمة اللي كانت بجنبي، كانت هالمرة قريبة جدا من وجهي، ولكم أن تتخيلون هذا المنظر البشع والموقف المرعب. وفجأة قدرت أتكلم وصرت أتعوذ من الشيطان، قريت آية الكرسي، بدت الشيطانة تبعد عني وصرت أقدر أتحرك. وقمت من سريري وركضت بسرعة إلى غرفة سعود، وأنا أركض من غرفتي إلى غرفة سعود مرت من جنب الدرج الداخلي، وكنت أحس إن في أحد يصعد الدرج وهو يركض وراي. أنا ما التفت، استمرت متجه بسرعة إلى غرفة سعود. دخلت داخل الغرفة إلا وفزع سعود من نومه، وأنا ألهث وأقول له اللي صار معي. سعود كان مصدوم، طلب مني أعيد لها الموقف اللي حصل معي، وقلت لها عن الحرمة والبنت اللي شفتهم. فانصدم سعود، قال أعوذ بالله، تدري إني حلمت فيهم، وكنت أشوفهم واقفين بالصالة تحت ينظرون لي. طلعنا أنا وسعود من الغرفة وتوجهنا بسرعة إلى غرفة إبراهيم، وقلنا له كل شيء. وقال إبراهيم طيب استهدوا بالله، وأنا بشوف حل بكرة بإذن الله. وبدأ يقرأ علينا سورة البقرة، وحنا قاعدين عنده لا نقدر ننام ولا نقدر حتى نطلع من غرفته، وقعدنا عنده حتى الصباح. ولما أصبحنا قلنا خلاص ما لنا قاعدة في هذا المكان، لمينا كل أغراضنا وطلعنا إلى الاستقبال وطلبنا منهم يرجعون باقي المبلغ. حاولوا فينا لكن خلاص النفس طابت من المكان كله، أخذنا فلوسنا واتجهنا برا المنتجع. وحنا طالعين شفت العاملة اللي كانت تطالع لنا أول مرة بنظرات غريبة، كانت هالمرة متجهة لي. أول ما وصلت عندي سلمت علي وكانت تتكلم اللغة العربية، لأن كانت تشتغل في الدمام سابقا فترة طويلة. سألت من أول ما جينا المنتجع هذا وأنت كنت تطالعين لنا باستغراب وكأن في شيء؟ قالت بصراحة أول ما عرفت أنكم تسكنون هذه الفيلا كنت أعرف أن الفيلا مسكونة ولا في أحد يسكن فيها أبد، حتى لو سكنوها أشخاص ما يجلسون فيها ليلة واحدة من المواقف اللي تصير عليهم، وأنا مستغربة إلى الآن كيف قدرتوا تجلسون فيها 5 أيام. وللمعلومية حتى حنا ما نقدر نروح نرتبها ولا حتى ندخل فيها أبد، لأن كلنا نعرف أنها مسكونة، حتى إدارة المنتجع تعرف بشيء هذا، لكن أنا مو جايز لأن إدارة المنتجع تقبل تأجر فيها سياح، لأن هذا الشيء حرام ولا يجوز يتعاملون مع أنه زنا بالطريقة هذه. أنا اندهشت من كلامها وكنت مقهور بنفس الوقت، قلت لها طيب دامك تعرفين أنها مسكونة ليش ما بلغتينا من أول؟ قالت لو قلت لكم كان فصلوني من العمل، وأنا كبيرة بالعمر وعندي أطفال وخفت أنهم يقطعون رزقي. وسألتها إيش قصة هذه الفلة؟ قالت أنه في يوم من الأيام صار حريق في هذه الفلة، والقصة حصلت من 3 سنوات تقريبا. سكنت هذه الفلة سيدة أعمال إندونيسية ومعها بنتها صغيرة في العمر، يعني تقريبا في عمر 13 سنة. وفي إحدى الليالي احترقت الفلة وكانت النار قوية بشكل رهيب، ولا قدرنا ننقذ هذه الحرمة وبنتها، وصرنا نسمع صوت صراخ الحرمة وبنتها، وكان المنظر رهيب ومؤلم بنفس الوقت. حتى هدأت النار ودخلوا رجال الأطفاء وقدروا يطفون الباقي من النيران، وحصلوا الحرمة وبنتها متفحمين ميتين. وبقت الفلة على وضعها بعد الحريق فترة طويلة، وبعد 2 سنين تقريبا من حادثة الحريق بدوا يرممونها، لكن صرنا نسمع في كل ليلة بكاء الطفلة ونسمع صراخ الأم. ولما أنا شفتكم دخلتوا هذه الفلة انصدمت، قلت شلون قدروا يعيشون فيها؟ وإلى هنا انتهت قصتنا. والعبرة من هذه القصة أن الشخص إذا نزل أي منزل جديد يحصن نفسه ويذكر الله ويقول دعاء النزول حتى يكون في حماية الله سبحانه وتعالى. كذلك نصيحة أوجهها لملاك العقار أن يتقوا الله في حلال الناس وفي النزلاء الجدد. إذا كان العقار مشبوه أو فيه من الأمور هذه فعلا كن صادق معه، ترى كم ريال اللي تاخذها منهم ما راح تغنيك طول عمرك، بل ممكن تبتلى في مالك أو صحتك أو هلك بسبب دعاء الناس عليك. وبالأخير لا استفدت أنت ولا أفدت أحد. كان معكم أخوكم عبد الله السالمي، وفي النهاية نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في حفظ الله ورعايته. كلنا ممكن نتعرض لأي تهديد في حياتنا، سواء من شخص قريب أو بعيد أو حتى من أبوك وأمك، لكن إيش تتوقع لو جاك تهديد من جن نعوذ بالله من شره؟ في هذه الحلقة راح أذكر لكم قصة شخص تعرض لتهديد من جنية، وللأسف كانت نهايته مؤلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، يا هلا فيكم مرحبا. قبل نبدأ هذا البودكاست نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صلي وسلم على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قصتنا اليوم يرويها لنا أحمد، اسمي أحمد. حنا عندنا استراحة خاصة لنا، وأحيانا نطلع أنا وأخوي محمد وبعض الأصدقاء للاستراحة في عطلة نهاية الأسبوع، ننبسط ونغير جو. ويوم من الأيام وكالمعتاد في إحدى عطل نهاية الأسبوع اتفقت مع بعض الأصدقاء المقربين نروح للاستراحة. طلعنا للاستراحة أنا وأخوي محمد،
وانبسطنا وصار كل واحد فينا يسولف من مواقف مضحكة أو قصص عامة حصلت البعض منا، وجالسين في حوش الاستراحة وكانت الأجواء مرة حلوة ومبسوطين مع بعض. وحنا جالسين لاحظت أن أخوي محمد يناظر جهة سور الاستراحة، لكن باقي الشباب ما زالوا مستمرين سوالف وضحك. شوي إلا وأخوي محمد يقول: يا شباب إيش سالفة القط الأسود هذا؟ طول ما حنا جالسين نسولف هو جالس على السور يناظر لنا ولا يتحرك. قلنا حق محمد: طيب خليه، إيش المشكلة؟ قط أسود واقف على السور مثل أي قط ثاني. رد محمد قال: يا عيال ماني مرتاح له، شكله كذا غريب، بعدين بس يناظر لنا. قلت له: يا أخوي اتركه بحاله، حنا جايين ننبسط ونغير جو، مو جايين عشان نشوف القط وإيش يبي. طبعا إيش سالفة القط هذا يا أخوان؟ القط الأسود هذا كل ما نجتمع نجلس في الاستراحة يجي يتكي معنا على السور من الساعة 11 في الليل حتى نمشي من الاستراحة، أو يروح هو من نفسه. المهم صرنا نسولف وكملنا سوالفنا، لكن كل ما يلتفت واحد منا نحصل القط ما زال موجود فوق السور يناظر لنا. شكله مو مريح بصراحة، وحتى جسمه شوي أكبر من القطاوة العادية، يعني في ضخامة، لكن ما أعطينا أي أهمية وصرنا نتجاهله. وفي نفس الوقت قاعدين نسولف حتى نشغل أنفسنا عن هذا القطو، لأنه بصراحة مرة شكله وهو كذا يناظر لنا مزعج ومستفز. فصاروا الشباب اللي يلعب بلوت واللي يلعب بلاي ستيشن واللي ماسك الجوال واللي يتفرج على التلفزيون، يعني نبغى نلتي عنه في أي طريقة، إلا أخوي محمد كان جالس ويناظر للقطو. وشوي وإلا قام أخوي محمد وصار يهش عليه يبيه يروح. استمر محمد حاط دوب هذا القطو حتى قام ذاك القطو ومشى من مكانه. وبعد عدة أيام رجعنا مرة ثانية للاستراحة حنا وأصدقائنا، لكن المرة هذه كانت وسط الأسبوع، يعني كنا فاضيين وقلنا نجتمع في الاستراحة. وفي نفس الوقت وعلى الساعة 11 في الليل إلا هذا القطو الأسود رجع وكان على السور جالس يناظر لنا، وحنا جالسين نسولف إلا ومحمد يقول: يا عيال إيش يبغى هذا القطو الحين؟ يعني كل ما نجتمع يجي يتكي معنا. لكن المرة هذه كان محمد الحالة هو اللي يشوف القطو. التفتنا حق محمد وقال واحد منا: أي قطو تتكلم عنه؟ وين هو فيه؟ قال محمد: هذاك هو شوفه على السور. كلنا استغربنا ما نشوف شيء. قال واحد منا: ما نشوف شيء ابن حلال، انت شكلك متوهم أو يتخيل لك. أقول تعوذ من الشيطان ما في شيء وروح جيب العشاء. المهم استمر محمد يناظر على السور وحنا مو شايفين شيء. قام محمد وأخذ له حجر من الأرض وتوجه للسور وصار يهش على القطو، لكن حنا مو شايفين شيء. قلنا ممكن ان القطو ورا السور وكل ما يطلع علينا يشوفه محمد ويرجع يختبي ورا السور ثاني مرة. طلع محمد يجيب الأكل، وبعد ما رجع ومعه الأكل جهزنا مكان الأكل، حطينا السفرة وبدينا ناكل. وحنا على السفرة إلا شوي نشوف القط الأسود على السور وجالس على نفس المكان اللي كان يجلس فيه وصار يطالع فينا. المرة هذه كلنا شفناه، كانت عيونه تلمع ولونها أسود مرة، ومع الظلام الليل كان شكله مرة موحش وحنا ما نشوف إلا عيون تلمع فقط. طبعا محمد انزعج منها مرة وقال: يا عيال يا أنا يا هذا القطو، هذا مرة رافع ضغطي، كل شوي يجي هنا يطالع فينا. قالوا الشباب: يا رجال صلي على النبي واذكر الله وتعوذ من الشيطان، طرحنا في استراحة، ويعني أكيد في قطاوة تعيش قريبة من الاستراحات، وأكيد شم ريحة الأكل وجاء علشان يبغى يأكل. قال محمد: وما في هذه المنطقة إلا هذا القطو، أنتوا شايفين كل شوي يجي عندنا. وأثناء نقاشه مع الشباب إلا محمد كذا فجأة وقام أخذ حجر ورماها على هذا القطو بدون لا يسمي ولا حتى يذكر الله. وأول ما رماها على ذاك القطو، حنا ما نعرف إذا محمد أصاب القطو أو لا، لكن الأكيد أن القطو قفز من السور إلى جهة الشارع. وفجأة ونسمع صوت صرخة إنسان يصيح، كلنا سمعنا هذا الصوت وصرنا نطالع في بعض مستغربين، توقعنا أن محمد أصاب له شخص برا كان يمشي. لأن بعد ما رمى محمد الحجر عدت السور للخارج، هنا على طول العيال قاموا تركوا العشاء واتجهوا على الباب الخارج، وأول ما طلعوا كلهم ينظرون برا إلا ما في أحد. كانوا مرة مستغربين إيش هذا اللي صرخ برا، يعني حتى لو كان في بني آدم برا ما يمديه يختفي بالسرعة هذه، يعني معقولة يكون هذا الصوت من القطو الأسود ولا إيش السالفة؟ هنا العيال بدأوا يخافون لأن اللي حصل لهم شيء مو طبيعي. اللي صار أن الشباب ما كملوا أكلهم ومشوا من الاستراحة. المهم أن محمد أول ما رجع للبيت حط رأسه هنا حتى الساعة 11 الصباح. أول ما صح محمد أخذ الجوال كالعادة وبدأ يشوف الرسائل وتصفح في الجوال. كان شباك غرفته على مستوى سور البيت، وعلى أشعة الشمس اللي برا صار محمد يشوف ظل قطو من جهة الشباك على غرفته. قام محمد وفتح الشباك إلا وهذا القطو الأسود اللي كان يجيهم في الاستراحة المرة هذه كان واقف على سور البيت يناظر في محمد. أول ما شافه محمد قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقفل الشباك والستارة، ومستغرب من اللي شافه وصار يقول: أعوذ بالله إيش هذا القطو. ورجع فتح الستارة والشباك إلا والقطو مو موجود، اختفى. صار يناظر محمد يمين ويسار
لكن ما في أثر له. كان الموقف هذا مرة غريب. هنا محمد قفل الستارة وتعوذ من الشيطان، وعلى طول توجه لأخوه أحمد وقال له: تراني شفت القطو الأسود اللي كنا نشوفه في الاستراحة، المرة هذه شفته على سور البيت. أول ما صحيت من النوم كنت فاتح الجوال أتصفح الرسائل، لكن أحس في ظل واقف على السور مدة طويلة. ألتفت للشباك إلا وأشوف ظل قطو كان جالس على السور وكأنه يناظر للشباك غرفتي. كنت ألاحظ أنه ثابت ما يتحرك وكان جالس مدة طويلة، وقمت فتحت الشباك إلا وهذا القطو الأسود اللي كان عندنا في الاستراحة. هنا أحمد طالع لمحمد مستغرب وقال له: يا رجال اذكر الله وصل على النبي، مستحيل يكون نفس القطو اللي كان في الاستراحة هو نفس اللي شفته على شباك غرفتك، وين مكان الاستراحة وين مكان بيتنا؟ شكل القطو من كثر ما هو مزعجك وتفكر فيه وتهيأ لك انه نفس القطو. رد عليه محمد يقول: والله العظيم نفس القطو بالضبط، وانا اعرف القطو حتى كان جسمه شوي كبير. وصار النقاش ما بين محمد واخوه احمد على هذا القطو. احمد يقول مستحيل يكون نفس القطو، ومحمد يقول انا اعرف ذاك القطو زين، واللي شفته على الشباك الغرفة هو نفس القطو. بالأخير الكل مقتنع في وجهة نظره وعدوا ذاك اليوم طبيعي. من ثاني يوم الصباح طلع محمد للدوامه ورجع للبيت وحط راسه هنا، وبينما محمد كان نايم في غرفته سمع صوت شخص يدق باب الغرفة. صح محمد وركز في الصوت، إلا والصوت جاي من جهة شباك غرفته. استغرب محمد إيش السالفة ومين هذا اللي يدق الشباك بالطريقة هذه وإيش يبغى. قام محمد وصار يناظر للشباك إلا وشوي، والشباك يدق ثاني مرة. محمد كان مرة مصدوم. قام محمد وتوجه للشباك وفتح الستارة إلا وهذا القطو، لكن المرة هذه القطو ما كان واقف على السور، كان واقف على رف الشباك وكان يدق الشباك براسه. يعني هذا القطو كان معدي الحديد أو الشبك تبع الشباك الخارجي وواقف على رف اللي بين الشباك والشبك، يعني اللي بين محمد والقطو هو الشباك نفسه. وكان ذاك القطو كأنه يبي يدخل الغرفة. بالله تخيل لو حصل لك الموقف هذا، قطو يدق شباك غرفتك وبينك وبينه قزاز الشباك، يعني لو تفتح الشباك نط القطو بوجهك على طول، ايش بيكون موقفك؟ انا عن نفسي اسال الله ان ما يحطني في موقف مثل ذا، لكن فرضيا لو حدث لي هذا الشيء راح افتح الشباك بشيء بسيط جدا وارش عليه مويه مقري عليها واتعوذ من الشيطان، لان اعرف مستحيل يكون ذا قطو عادي، اكيد جن كفانا الله واياكم شرهم، او قطو ملبوس، او بكل الحالتين شيء مره يخوف. اللي حصل ان محمد ترك الشباك مقفل وتوجه حق اخوه احمد وقال له عن السالفه، وعلى طول راح محمد واخوه احمد الى الغرفه متوجهين للشباك. اول ما فتح الشباك احمد ما شاف شيء. هنا احمد ناظر حق محمد قال له: وين القطو اللي تقول عنه؟ انصدم محمد وقال: اقسم بالله قبل شوي كان موجود على الشباك ويدق الشباك براسه. نظر لاحمد وهو مستنكر ولا هو عاجبه تصرف محمد، وقال: يا اخوي قلت لك تعوذ من الشيطان واذكر الله، بالله اي قطو تتكلم عنه يدق الشباك براسه؟ انت اكيد تتوهم. شوف يا محمد، ان شكلك تعبان من الدوام ولا نمت زين، لكن خذ لك اي شيء يساعدك على النوم وافتح على القران امورك باذن الله طيبه. محمد هنا كان مره موقف بايخ ومحرج بنفس الوقت مع اخوه، خاصه ان هذا تقريبا ثاني موقف يصير له مع ذاك القطو الاسود في بيتهم. ويوم يروح حق اخوه احمد يقول له بالاخير يختفي ولا يشوفون شيء. اللي حصل قام محمد واخذ له حبوب تساعد على النوم وفتح القران الكريم وحط راسه هنا. ومن ثاني يوم صحى محمد وجهز نفسه للدوام وهو طالع بر البيت، إلا وشوف هذا القطو الأسود هالمرة كان منسدح فوق سيارته ويناظر حق محمد بنظرات كذا كأنه يعني معصب أو حاقد، يعني ما كانت نظراته نظرات قطو عادي أبد. من الصدمة وقف محمد مدة وهو يطالع في القطو، والقطو كذلك يطالع في أحمد، وكل في مكانه ولا فيهم أحد تحرك. يعني محمد يطالع مصدوم والقطو يطالع بحقد كذا كأنه مشهد سينمائي، يعني تعرف لما تشوف فيلم وفي اثنين في الفيلم هذا يكرهون بعض، وفجأة اثنين هذول يقابلون بعض بالصدفة ومكان غير متوقع ويجلسون يناظرون في بعض مدة وهم مصدومين. هذا يقول في نفسه ايش جاب هذا هنا، والثاني يقول في نفسه ايش جاب هذا هنا، وبالاخير كلهم يهربون بعض. بالضبط نفس الموقف، لكن محمد رجع داخل البيت وهو معصب وطلعوا معه سلاح ورمى القطو من بعيد وجت الطلقة على راس ذاك القطو الأسود، وفجأة يتناثر دم القطو على سيارة محمد ومات في مكانه. طبعا محمد هو أصحابه من هواة الصيد وعنده سلاح مصرح فيه للصيد، لكن هالمرة صاد قطو وتسبب في قتله. ومن قوة وبشاعة المنظر اللي شافه محمد ودم ذاك القطو متناثر على سيارته حس بضيقة شديدة ولا تحمل هذا المنظر، رجع للبيت وقال لأهله: أنا ماني رايح للدوام، أبغى أنام مرتاح شوي، لا تصحوني أبد حتى أصحى من نفسي.
ودخل محمد غرفته حتى ينام، لكن محمد جلس على السرير وهو يرجف وخايف من المنظر اللي شافه ويعاتب نفسه ليش سوى كذا، هل اللي سواه غلط؟ طيب ايش ذنب هذا القط واني قتلته بالطريقة هذه؟ وانا اصلا ماني عارف ليش قتلته. وهنا وقفة قصيرة يا جماعة الخير، ان الشخص لازم يملك نفسه عند الغضب ولا يتسرع، واي قرار يجيك اثناء الزعل او الغضب حطها قاعدة انه 100% خطأ ومن الشيطان، لان الشيطان الموكل في بني ادم اثناء الغضب يتمكن من بني ادم اثناء الزعل او الغضب الشديد ويبدأ يوسوس له، سو كذا وافعل كذا وقل له كذا، وبعد ما يهدأ يبدأ يعاتب نفسه ويندم على كل كلمة وتصرف سواه أثناء غضبه، ويعرف أنه أخطأ. لكن بعد إيش؟ بعد ما طاح الفاس بالرأس ووقع الكلام أو ذاك التصرف. وهنا تنتهي مهمة ذاك الشيطان الموكل في الإنسان أثناء الغضب الشديد. هل أنت الأمر عند هذا الندم؟ أكيد لا، تبدأ حياة ذاك الشخص في معاناة والهم والغم، وعرض نفسه وحياة الخطر سواء للحياة الاجتماعية أو للقانون والشرع. وأنا أقصد في القانون والشرع، كم شخص تسبب في مقتل شخص آخر بسبب شيء تافه جدا، أو تسبب في تدمير حياة شخص بسبب ساعة غضب ما ذكر الله فيها ولا تعوذ من الشيطان، وبالأخير انتهى فيه الأمر، يا قصاص كفر الله وياكم الشر، أو سجل لسنوات كثيرة بسبب الحق العام أو الحق الخاص. بل سمعت قصة من بعض منصات التواصل الاجتماعي عن مجموعة شباب أو شابين تحديدا، وقفوا عند محطة بنزين وبالخطأ عامل المحطة زاد على قيمة التعبئة ريال واحد، وقام العامل شرح الخطأ لصاحب السيارة وطلب منها قيمة ريال اللي صار بالخطأ، ورفض صاحب السيارة يعطيه ذاك المبلغ، ولكن عامل المحطة صار يترجاه لأن هذا ريال راح يخصمونه من راتبه، وكلنا نعرف أن رواتب عمال محطات البنزين بسيط جدا، لكن صاحب السيارة كان رافض، واشتد النقاش بينهم ما بين الرفض والتوسل، وزعل صاحب السيارة ونزل هو صديقه وصار واحد مثبت العامل من إيدينا الاثنين، وصاحب السيارة جلس يضرب فيه ضرب مبرح حتى طاح العامل مغمى عليه. زملاء العامل طلبوا الإسعاف، ولما وصل الإسعاف انقلوا ذاك العامل أقرب مستشفى لأن كانت حالته خطيرة جدا وكان ينزف دم. بعد وصول فرقة الإسعاف إلى المستشفى وبعد الفحوصات طلع العامل متوفي بسبب الضرب والنزيف، أسأل الله أن يرحم ويغفر ذاك العامل رحمة واسعة. عن طريق كاميرات المحطة طلعوا أشكال الشباب اللي ضربوا العامل وكذلك بيانات السيارة، وألقوا القبض عليهم وتم الحكم على المتسبب في وفاة العامل بالقصاص حسب الراوي للقصة. أما الثاني هل حكم عليه بالقصاص بحيث أنه شارك في جريمة القتل أو حكم عليه بالسجن عدة سنوات؟ يعني الشباب ما ضربوا العامل وكانوا يقصدون قتله، لكن حضر الشيطان في ذلك الموقف وصار اللي صار، وأسأل الله أن يرحمهم جميعا ويغفر لهم. هذا والله أعلم حسب ما نقل وسمعته عن طريق بعض منصات التواصل الاجتماعي. نرجع لقصتنا، صار محمد خايف ويحاسب نفسه وكانت حالته صعبة، عدى ذاك الوقت على محمد. حسب ناقل القصة ما ذكر إذا محمد نام أو كان طول المدة جالس في الغرفة. اللي حصل أن أهل محمد كانوا جالسين في المجلس مجتمعين مع بعض، وعلى الساعة تقريبا 9 في الليل فجأة ويسمعون صراخ محمد وهو في غرفته بصوت عالي جدا، وكان يقول ساعدوني الحقوا علي هذول يبون يقتلوني. وبينما محمد يصارخ وينادي انفجعوا أهله وتوجهوا بسرعة لغرفة محمد، لكن باب الغرفة كان مقفل من الداخل، وكان محمد ما زال يصرخ ويستنجد في أهله، وصاروا أهله وأحمد ينادون على محمد افتح الباب لنا افتح الباب بسرعة، لكن كان محمد يصرخ بصوت عالي ولا يرد عليهم. حاولوا أهله يفتحون الباب لكن ما قدروا، وقام أحمد ورفس الباب بقوة حتى قدر يفتح الباب. دخل أحمد وأهله وتوجهوا لمحمد، كان محمد في حالة مرة غريبة وكأنه يتعارك مع أشخاص، وعليه أثر ضرب وجروح في وجهه، وكانت حالة مرة ملخبطة ووضعه صعب ومتغطي في البطانية حقته وخايف. وأول ما شافوه أهله بالمنظر هذا افتحوا القرآن الكريم وبدوا يقروا عليه حتى يهدأ شوي، وهم على هذا الوضع إلا ومحمد فجأة كأنه صح من النوم وصار يطالع الأهل مستغرب إيش اللي جابهم عندي، وكانوا أهله يسألونه وهم خايفين إيش فيك محمد. قال محمد هو مصدوم من أهله ما فيني شيء، أنتم ليش هنا عندي؟ قالوا أهله كيف ليش عندك؟ جيناك على صراخك كنت تصارخ وتقول ساعدوني يبون يقتلوني مين اللي بيقتلك؟ محمد ما كان مستوعب كلام أهله ولا هو فاهم شيء، وفجأة يتذكر محمد إيش اللي حصل له. يقول محمد أول ما دخلت الغرفة وكنت جالس على السرير إلا وفجأة أشوف حرمة قدامي لابسة أسود في أسود ما قدرت أعرف ملامحها،
أول ما جت عيني فيها هجمت علي ومسكتني من رقبتي بقوة، وهي تطالع لي وتقول: والله لا أذبحك مثل ما ذبحت ولدي، والله ما يفكك مني لا شيخ ولا قرآن ولا أي شيء، والله لا أذبحك وأنتقم منك زي ما ذبحت ولدي. يقول محمد: هي تهددني وتقول لي الكلام هذا وأنا ماني قادر أتكلم وأحس أن رقبتي خلاص بتنكسر. أحمد بعد ما سمع الكلام هذا هنا عرف أن ولد الجنية هذه هو القطو الأسود، وعرف أحمد أن محمد قتل القطو الأسود اليوم الصباح. كانت صدمة قوية مرة لمحمد وأحمد، يعني الآن عرفوا أن القطو هذا طلع مو قطو عادي، وأن محمد قتل ولدها، وأن الجنية هددت محمد وممكن راح تنفذ تهديدها. وعرف أحمد أن أخوه محمد دخل في ورطة كبيرة. على طول هنا محمد قال حق أخوه أحمد: تكفى يا أحمد لا تروح، أقعد عندي، والله ما أقدر أنام لحالي، هذه أكيد بتذبحني. وصار محمد متمسك في أخوه ما يبيه يطلع من غرفته. قال لأحمد: خلاص أبشر راح أقعد عندك وأنام معك الليلة. المهم صار أحمد ينام مع محمد، وفي كل ليلة يشغلون القرآن الكريم، وجلسوا على هذا الحال كم يوم. طبعا أحمد في الصباح يطلع للدوام ومحمد يكون لحاله في الغرفة. وفي ذاك الوقت محمد ما كان يروح لدوامه، لأن كان محمد في فترة علاجية بسبب حالته الصحية والموقف اللي حصل له، يعني كان في إجازة من عمله. وطول ما هو في البيت كان ما يقدر يطلع برا. ويقول أحمد: كان محمد في كل ليلة يقوم مفجوع من نومه ويصارخ وكأن محمد يضرب شيء في الهواء. يقول أحمد: طول ما القرآن شغال محمد يكون نايم والوضع هادي، لكن إذا سكت القرآن تجي هذه الحالة، وأول ما تجيه الحالة هذه أقوم على طول أشغل القرآن الكريم وأقرأ على محمد، وفجأة يهدأ ويفيق وكأنه قايم من النوم. وكل يوم كانت حالته تسوء عن أول. طبعا الفترة هذه أصحاب محمد عرفوا أن محمد قتل القطو، وأن القطو هذا طلع ولد جنية، وأن الجنية هددت محمد بالقتل، وكان متشكل على هيئة قطو. والآن محمد يمر في ظروف مرة صعبة. من بعد ما عرفوا بالسالفة هذه صاروا الشباب ما يروحوا للاستراحة، لأن كانوا خايفين وتركوا المكان بالمرة. وصار محمد يعاني من هذه الحالة تقريبا أسبوعين. وبعد ما عرفوا أصحابه في سالفته قالوا لازم نوديه حق شيخ يقرأ عليه حتى يتعالج وتروح منها الجنية. اتفقوا على أن بكرة يودونه حق الشيخ. اللي حصل لمحمد أنه في ذيك الليلة بدأ يصرخ ويصيح كالعادة، لكن المرة هذه كان أشد من المرات السابقة، ويصرخ بصوت عالي جدا، وكان محمد يتصرف بشكل مو طبيعي، وكان أحمد مرة مو عارف إيش يسوي مع أخوه وكان متوتر. وبينما محمد على هذا الحال وأحمد مصدوم وخايف ومتوتر يناظر حق محمد، جو الأهل يحاولون يهدون محمد. هنا أحمد أول ما قام بيجيب موية حق محمد، يقول: على ما توجهت بجيب موية لمحمد علشان أرش عليه وأسمي بالله، إلا أسمع شهقة قوية من محمد والصوت فجأة انقطع. التفت حق محمد إلا وأشوف محمد متمدد على السرير وصدره وظهره مرتفع فوق. هنا كلنا مصدومين من المنظر هذا، ولا حنا عارفين إيش اللي صار له، هل هو نام ولا إيش السالفة. يقول أحمد: رجعت لمحمد أصحيه، محمد قوم، محمد محمد خلاص قوم، فيك شيء؟ ومحمد ما يرد عليه. هنا جماعة الخير محمد توفى. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر له ويرحمه ويجعل ما أصابه تكفير لذنوبه ورفعه في الدرجات. كانت صدمة لنا يا أخوان، موقف مرة صعب عاش أخوي محمد الله يرحمه ويغفر له، وكذلك عشنا معه أوقات كانت صعبة، حزننا حزن شديد مرة، ما كنا نتصور بتكون نهاية محمد بالشكل هذه، وحنا نتفرج ولا نقدر نسوي شيء، لكن قدر الله وما شاء فعل. يقول أحمد: نقلناه للمستشفى، ما كنا مصدقين أن محمد توفى، قلنا ممكن أنه صار له عرض أو أنه مغمى عليه، لكن بعد الفحوصات تبين أنه فعلا محمد فارق الحياة، وكذلك كانت أثر الكدمات والضرب على جسم محمد. وبدوا معنا تحقيق وشرحنا لهم اللي حصل معاه طول فترة الأسبوعين الماضية. وبعد إعلان وفاة محمد بلغت أصحابه عن وفاته، وكانت صدمة لهم أيضا. الفائدة من هذه القصة إن ممكن واحد منا يتعرض لمثل هذه المواقف، يشوف له حيوان أو يشوف له شيء أو يشوف له أي شيء بشكل مستمر، إذا كان وجوده مزعج بالنسبة لك أو مؤذي لا ترمي لا بحجر ولا بأي أداة أخرى، لازم تحرج عليه ثلاثة إنه يبعد ويترك المكان هذا. إذا كان جن بإذن الله يروح من المكان هذا،
وكذلك حتى لو كان حيوان مؤذي سواء أفعى أو عقرب أو حتى لو حشرة صغيرة، تسمي بالله ثلاثة قبل تقتلها، والأفضل أن تحرج عليها ثلاث. وهنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم صفحة 2236 عن أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. رواه مسلم. أو قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. شرح هذا الحديث: إن للجن أجسام نارية قابلة للتشكل بأشكال مختلفة، وهم كذلك خلق من خلق الله لا يمكن أن نراهم، ولكن قد يريهم الله من شاء من خلقه، كذلك مكلفون مثلنا، منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم العاصي ومنهم الطيب والخبيث. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نفرا من الجن قد أسلموا، والنفر يطلق على ما بين 3 إلى 10 أشخاص. والمقصود في العوامر حسب ما ذكر في شرح هذا الحديث أن العوامر هي نوع من الحيات اللي تسكن البيوت، وسميت بالعوامر لطول عمرها. أما المقصود فليؤذنه ثلاثا، أي يعلمه 3 مرات أو 3 أيام حسب ما ورد عن أهل العلم في الحديث. والطريقة هي أن يقول: أحرج عليك أيتها الحية بالله واليوم الآخر أن تظهري لنا ولا تؤذينا، أو تستحلفها 3، كأن تقول: أستحلفك بالله أيتها الحية، أو تسمي ذاك الشيء باسمه، أن تخرج من هذا المكان طاعة لله وطاعة لرسوله، ولا تؤذينا ولا نؤذيك، فإن خرج فذلك مسلم، وإن لم يخرج فذلك شيطان، عندها يمكنك قتله. كذلك ذكر أهل العلم أن الشخص إذا استحلف أو حرج 3 وإذا قتله لن يجعل الله له سبيل الانتصار عليك، لا بثأر ولا انتقام منك. ولكن أهل العلم استثنوا من هذا الحديث نوعين من الأفاعي إذا شفتهم تقتلهم بدون تحريج أو تحلف عليها بالخروج، مثل ذي الطفيتين أو الأبتر. والمقصود بالطفيتين هم الخطان أبيضان على ظهر الحية، والأبتر هو قصير الذيل أو الذنب من الحيات. يعني النوعين هذول من الحيات أو الأفاعي إذا شافهم أي شخص يجوز قتله مباشرة. وعلي حال الأفضل أنك تذكر الله وتسمي قبل تقتل أي شيء يكون مؤذي من الحشرات أو حتى من الحيوانات. يعني باختصار لازم تحرج أو تقسم على ذاك الشيء 3 مرات حتى لو بلهجتك العامية. الأهم أنك تعطي ذاك الشيء علم، وإذا خرج فالحمد لله، وإذا ما خرج يجوز لك تقتله، وبإذن الله ما رح يصيبك شيء، سواء كان ذاك الشيء شيطان أو كان فعلا حيوان، لأن الجن المسلم يخرج على طول ولا يؤذي. أما الكافر إذا ما خرج سمي بالله واقتله، لأنك أنذرت 3 ولا طلع. طبعا مصدر شرح الحديث والحديث راح أحط لكم في الوصف. إلى هنا انتهت حلقة البودكاست، ونشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان معكم عبد الله السالمي، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش قصة أخونا أحمد من الهند؟ إيش اللي صار له أثناء تعرض لمواقف مرعبة والأذية من قبل الجن؟ كيف اعتنق الإسلام بعد ما كان على الديانة الهندوسية؟ كيف كان الجن الكافر هم سبب الاعتناق للإسلام؟ هل فعلاً قدر أحمد أن يتخلص من أذيتهم وتعذيبهم له بعد ما اعتنق الإسلام؟ أم زاد عليه الأمر سوء؟ رح نعرف تفاصيل القصة في الحلقة هذه بإذن الله. سؤالي: هل ممكن أن يتعرض الشخص للأذى من قبل الجن، أو مجرد تخيلات يخيلها الجن للإنس؟ بترك لكم الجواب، نظرا لأن القصة بتكون طويلة لكثرة الأحداث المرعبة والمشوقة فيها، راح تكون على جزئين أو أكثر، وإذا قدرت أختصرها بتكون على جزء واحد. كذلك حتى أخلي مسؤوليتي إذا كان عندكم أطفال أو أشخاص يخافون من هذا النوع من القصص، يليت تبعدونهم عنكم.
نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاورهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، يا هلا فيكم مرحبا. ندخل في القصة على طول، وقبل نبدأ نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أتصفح السوشيال ميديا سمعت قصة فيها من الرعب والتشويق من أخونا أبو سعود من الكويت، تحية طيبة إلى أهلنا في الكويت. أحداث القصة هذه صارت في السعودية في مدينة أبها، ويذكرها لنا أخونا خالد الزهراني أبو محمد، وأنا راح أتكلم على لسان أخونا خالد الزهراني. أنا اسمي خالد الزهراني ومن مدينة أبها، وعندي قصة غريبة وعجيبة حبيت أقولها لكم. أنا متزوج وعندي عيال، وكذلك عندي أحفاد لله الحمد، وأملك مزرعة جميلة ومهتم فيها، والمزرعة تقريبا خارج مدينة أبها لكن مو بعيدة كثير. وكنت دائما أجمع ربعي في مزرعتي ونستجمم ونطلع عن أجواء البيوت، وكنت مرة مبسوط بجمعة ربعي، نسولف ونضحك ونتذكر مواقفنا وسوالفنا القديمة. في عام 2010 كان عندي عامل هندي يشتغل في المزرعة، وصار له عندي سنوات كثيرة، والعامل الهندي صار كبير في العمر حتى أنه أصبح يتعب وصار ما يقدر يقوم في أمور المزرعة مثل السابق بسبب كبر سنه. وجاني يوم من الأيام وعليه أثر المرض، وأخذت للمستشفى، وبعد الفحوصات الطبية طلع يعاني من بعض الأمراض اللي تصاحب الشخص إذا تقدم في العمر. دفعت قيمة الكشفية واشتريت لها أدوية، ورفضت أخذ منها أي مبلغ لأن هذا العامل في ذمتي وأنا مسؤول عنه وعن علاجه. صرت أنا أقوم في أمور المزرعة معه وساعده حتى أخفف عنها التعب. رغم هذا أنا أيضا كبير في العمر، ويوم من الأيام جاني العامل وطلب مني أسوي له خروج نهائي. قال لي يا أبوي أنا خلاص كبرت في العمر وبروح للهند حتى أجلس عند عيالي وأقضي باقي عمري عندهم. ما أخفيكم أنا حزنت عليه وتضايقت لأن العامل هذا صار له سنوات كثيرة عندي وحبيته، لكن ما رفضت وسويت له خروج نهائي وعطيته من الهدايا وبعض من المال كمكافأة مني له للسنوات اللي قضاها معي. ورحت للمكتب الاستقدام أبحث عن عامل آخر يقوم في أمور المزرعة، وكان في أكثر من عامل لكن شد انتباهي عامل من بينهم كانت بيده سبحة وأشوف يذكر الله بصوت خافت وهذا وضعه. حبيت العامل وتوجهت له وسلمت عليه ورد عليه السلام، سألت عن اسمه قال أنا اسمي أحمد. أنا ما أخفيكم حبيت الرجال هذا وارتحت له، قلت له أنا عندي مزرعة وأحتاج إلى عامل يكون فاهم في أمور المزرعة. قال أنا أعرف المزارع وكيف أديرها. هنا توجهت للموظف وقلت له خلاص أنا أبي العامل هذا. خلصت معه الأوراق وأخذته معي للمزرعة، وأول ما وصلنا للمزرعة توجهت لغرفته وقلت له هذه غرفتك، ثم أخذته بعد كذا جولة في المزرعة من الداخل، وصرت أشرح له الأماكن وعلمه كيف طريقة الشغل هنا. بعد ما انتهينا رجعت أنا وياه، أنا رحت للمجلس وهو راح لغرفته يرتب الأغراض. بعد مدة رجع العامل ومعه أغراض من الغرفة، كان متضايق من هذه الأغراض اللي حصلها في غرفته، وقال يا أبوي وأنا أرتب غرفتي حصلت هذه الأغراض موجودة في الغرفة، والظاهر العامل السابق كان من الديانة الهندوسية وهذه الأمور ما تصلح تكون عندي في الغرفة. قلت له طيب طلع الأغراض اللي ما تبيها من غرفتك وزين اللي تبي فيها. قال أحمد يا أبوي أنا أبي منك طلب صغير، أبيك تجيب لي سجادة للصلاة. ورحت وجبت له سجادة مثل ما طلب مني، وقلت له أي شيء ناقصك يا أحمد كلمني وأنا أجيبها لك. قال أحمد مشكور يا أبوي ما قصرت. ثاني يوم بعد ما رجعت للمزرعة حصلت المزرعة مرتبة بالكامل بشكل جميل، ومسوي ديكورات للحديقة، وكذلك الخيمة اللي في المزرعة اللي دائما نجلس فيها ونسمر قلبها شيء ثاني جدا من بعض الديكورات والأمور التراثية، خلاها شيء ثاني مختلف. ما أخفيكم عجبت بشغله وسرعته وخفة يده، وحبيت هذا العامل كثير وصرت أكرم ولا أقصر عليه بشيء أبدا، وهذا واجب علي إكرام أي عامل يشتغل عندي لأن أحب أتعامل مع العمالة بكل احترام. والجميل في هذا العامل كل ما أروح للمزرعة أحصله يا يقرأ قرآن يا يقرأ في كتاب الأدعية والأذكار، حتى صار هو المؤذن عندي لكل وقت للصلاة. كان هذا العامل متعلق في الصلاة بشكل كبير وذكر الله ما يتوقف على لسانه، وصار له عندي عدة سنوات، وكنت مستغرب منه ولا مرة سألني عن إجازة حتى يروح لأهله أو حتى يتواصل معهم عن طريق الجوال، وكأنه مقطوع من الشجرة، وكانت حياته كلها صلاة وأذكار واستغفار وأدعية. في عام 2015 زارني واحد من أصدقائي، جلس عندي في الخيمة وأحمد كان جالس عندنا، ويقوم بخدمتنا وأخذنا الوقت من سالفة إلى سالفة، وبدينا نسولف في قصص الجن من مواقف حصلت لنا أو مواقف سمعناها. لكن لاحظت أن أحمد والأول مرة أشوفه كان مندمج معنا، وبعد ما انتهينا من سوالفنا وقصصنا جاء أحمد وجلس قريب من عندنا وقال يا بابا أنا عندي قصة صارت لي في الهند مع الجن، وقصتي هذه أعجب من قصصكم كلها. تبسمت له وقلت له إيش اللي صار معك يا أحمد؟
وهنا بدأ أحمد يقول قصته. قال أحمد: أنا فني ديكورات وعندي محل في الهند، وأقوم بتزيين البيوت وأسوي ترميم، وشاطر في مهنتي هذه، وكانت سمعتي جدا ممتازة ولله الحمد، حتى أوقات يجيني شغل برا المدينة اللي أنا كنت عايش فيها. قصتي صارت في عام 2016 وأنا من مدينة بومبي. يقول: وأنا كنت مشهور في شغلي في الديكور، حتى يوم من الأيام جاني رجل هندي غني جدا، والرجل هذا كان عايش في أمريكا، كذلك كان يملك قصر. قرر أنه يستقر في الهند في مدينة تبعد عن بومبي تقريبا ساعتين عن طريق السيارة، وقال: أنا اشتريت فيلا في المدينة الفلانية وبجيب أهلي من أمريكا ونستقر هنا، وهذه الفيلا تحتاج ترميم وأشياء كثيرة لأن صاحبها كان هاجرها سنوات طويلة، وأنا جاي لك مخصوص وأبيك أنت تضبطها لي وتشوف إيش تحتاج من تعديل وتغيير وترميم تسويه لي، وكذلك حديقة كبيرة وأبيك تقوم في ترتيبها وتزينها من جديد. قلت له: ما عندك أي مشكلة، لكن لازم أروح أشوف الفيلا بنفسي وأشيك عليها وأكتب النواقص والأغراض اللي تحتاجها، وبعد كذا بقول لك كم تكلفك. اتفقنا أنا وياه وعطاني عنوان الفيلا، وقلت له: بكرة الصباح راح أتوجه للموقع. ومن ثاني يوم الصباح توجهت للموقع، حصلت الرجال كان ينتظرني، عطاني المفتاح وقال: أنا لازم أمشي الآن لأن عندي أمور لازم أنجزها. قلت له: خلاص أنا بسجل جميع النواقص من مواد وأشوف كم تكلف وأعطيك خبر. أعطاني عنوان المكتب حقه ومشى. هنا دخلت للفيلا، والفيلا فعلا كانت كبيرة مرة، كذلك الحديقة كبيرة لكن واضح أنها مهملة لمدة طويلة. كانت الأشجار منتشرة بشكل عشوائي، والأتربة وأوراق الشجر في كل مكان، وكان المكان موحش فعلا. دخلت للفيلا وبديت من الدور الأرضي إلى العلوي، أدخل غرفة غرفة وأسجل الملاحظات، وكان فيها أثاث لكن المتهالك والغبار في كل مكان. أخذ مني الوقت أكثر من ساعتين تقريبا حتى انتهيت من التشييك، توجهت إلى بومبي أسعر الأغراض والمواد اللي أحتاجها. وبعد ما انتهيت من التسعير توجهت للرجال مكان عمله، عرضت عليه النواقص والأشياء اللي تحتاجها من مواد وغيره، قلت له: المواد راح تكلفك بالقيمة الفلانية. كان المبلغ كبير جدا، وبكل بساطة طلع شيك وكتب المبلغ، قلت له: أتعابي بتكلفك بالقيمة الفلانية. وكانت أجرتي أيضا مبلغ كبير لأن الفيلا تحتاج مني وقت وأسابيع وشغل مو بسيط. راح طلع شيك وكتب المبلغ لي، أنا اندهشت بسرعة تجاوبه وكتبت للمبلغ بدون تردد. قال لي: هذه أتعاب يدك، وإذا خلصت شغلك بأسرع وقت ممكن راح أعطيك ضعفة. بصراحة كان مبلغ جدا مغري بالنسبة لي، يعني لو أجلس سنوات أشتغل ما جمعت المبلغ هذا. توجهت للبنك وصرفت الشيك وأخذت المبلغ ورحت لمحلات الجملة اللي تبيع المواد اللي أنا أحتاجها، وبديت أشتري بالكميات وأحط الأغراض داخل الفيلا حتى ما تتعرض للسرقة، لأن موضوع السرقة عندنا منتشر في الهند. وقررت أني أنام في الفيلا عند الأغراض، وتوجهت برا اشتريت لي فراش وعشاء وبعض الأمور اللي أحتاجها، ورجعت للفيلا بسرعة. أول ما وصلت جهزت مكان للفراش وتعشيت ونمت. ومن ثاني يوم الصباح بديت في أعمال التكسير والإصلاح أولا، وكان الوضع طبيعي وأنجزت كل شيء حتى دخل الليل، وقلت أروح أجيب بعض النواقص أرجع أتعشى وأنام. وفتحت إنارة الفيلا حتى إذا في أحد يبي يدخل الفيلا يشوف الإنارة فاتحة ما راح يدخلها علشان يتوقع أن فيه ناس موجودين داخل الفيلا. المهم طلعت وسكرت الباب ورحت أجيب بعض النواقص، ويوم رجعت بسرعة تفاجأت أن إنارة الفيلا طافية كلها، وصرت أركض بسرعة للفيلا. كنت متوقع أن في حرامية سرقوا الأغراض، ولما دخلت الفيلا فتحت الأنوار وصرت أتأكد من الأغراض، وكانت جميع الأغراض موجودة سواء اللي في الدور الأول أو الدور الثاني، وكنت مرة مبسوط لأن ما فقدت أي شيء. نزلت تحت علشان أتعشى وأنا لأن كنت تعبان حيل من الشغل، تعشيت وانتهيت من الأكل وخليت الأنوار الدور الأرضي فاتحة، بديت أحسب الأشياء اللي باقي علي إنجازها وكم عامل أحتاج أجيب معي. وعلى الساعة تقريبا 11 في الليل غلبني النعاس وحطيت راسي بنام، إلا فجأة أسمع صوت ركض داخل البيت، وصوت جاي من الدور الثاني. ومن هنا قمت على طول وأخذت قطعة خشبية وتوجهت للدور الثاني بسرعة، وحتى القطعة خفيفة يعني ما راح أستفيد منها لو بضرب الرجال، ممكن تنكسر بيدي قبل أضربه، لكن هذا اللي كان موجود عندي. المهم دخلت داخل البيت وتوجهت للصالة الكبيرة وفيها درج داخلي كبير جدا وفي نهايته يوديك يمين ويسار، كنت خايف مرة لأن ممكن يكون أكثر من شخص لكن لازم أسوي كذا. طلعت للدور الثاني وكان مظلم وفتحت الأنوار كلها وصرت أنادي بصوت عالي لكن ما في أحد يرد علي، بديت أتفقد كل الغرف ولا حصلت أحد، وأنا مستغرب وأقول أجل اللي يركض كان من. وبعدها توجهت لدورة المياه عزكم الله أتفقد فيها لكن ما في أي أثر، وأنا واقف وأسولف مع نفسي مستغرب من الموقف، وحسيت كأن في شخص يمشي وراي. التفت فجأة لكن ما في أحد، توجهت مرة ثانية إلى أحد الغرف الكبيرة لأن ما بحث فيها زين، قلت ممكن أحصله هناك. وأول ما دخلت الغرفة وصرت أبحث فيها إلا وأسمع صوت خطوات كانت واضحة وراي، التفت فجأة ما كان في أحد. هنا حسيت بخوف كثير
لكن قلت لازم أشوفه وأضربه وأبلغ عليه شرطة. بديت أنادي بصوت عالي لكن ولا في أحد. فجأة سمعت صوت مفتاح الإنارة صادر من الغرفة اللي كنت فيها آخر شيء، وكنت تارك الإنارة فاتحة. توجهت للغرفة وتفاجأت أن الإنارة طافية والغرفة مظلمة. فتحت الإنارة وصرت أنادي مين هنا، إذا في أحد يطلع الحين. طلعت برا الغرفة وأنا مستعد لأي هجوم ممكن يواجهني، لكن الأمر كان جدا غريب وأول مرة يصير معي كذا. التفت يمين ويسار ولا في أحد. تفاجأت أن باب الحمام عزكم الله مسكر، وأنا متأكد خليته مفتوح. توجهت للحمام على طول وأنا ماسك العصناوي، أول ما أشوفه أضرب ضربة واحدة أنهي حياته، لأن كان الوضع مرعب ومستفز بنفس الوقت. يوم قربت عند باب الحمام صرت أسمع صوت الدش وكان في شخص يتروش. وقفت مكاني مدري أصدق اللي أسمعه أو لا. معقولة في حرامي يدخل مكان علشان يتروش؟ أو ممكن صاحب الفلة كان موجود وأنا ما انتبهت له والآن هو نفسه جالس يتروش؟ بعدين لو كان صاحب الفلة إيش جاي يسوي هنا والفلة كلها غبار وحوسة؟ أو ممكن من الموقف هذا اللي صار علي صرت هلوس. اللي صار انتظرت دقائق وما زال صوت الدش شغال. تقدمت شوي ودقيت باب الحمام أنادي باسم صاحب الفلة لكن ما يرد علي. قررت أفتح باب الحمام ومديت يدي على مقبض الباب إلا والباب انفتح لي بشوي وانقطع صوت الدش. قلت بنفسي أيوة هذا أكيد حرامي ويبيني أدخل حتى يهجم علي. دفيت باب الحمام بالعصال آخر شيء، والصدمة أن أرضية الحمام مغبرة ولا فيها أي قطرة ماء. من قوة الصدمة فتحت فمي وشاكت وحسيت أن جسمي صار بارد جدا. الوضع مو طبيعي مرة، في شيء أنا مو فاهمه، أو جالس أحلم أو اللي يصير لي كابوس. حسيت أني في موقف لا أحسد عليه، طلع لا حرامي ولا صاحب البيت، أجل وش اللي يصير علي؟ وأنا أناظر الحمام وأرجع شوي إلا وفي صوت خلفي ناديني باسمي السابق يقول يا ناريب انت مدعو للحفلة. ومسك يدي ونزلنا تحت للدور الأرضي، وأول ما نزلنا تحت إلا وأشوف الصالة اللي كانت غبار ومحيوسة صارت نظيفة والأثاث كذلك نظيف والشموع في كل مكان. يقول أحمد أنا منصدم من اللي جالس أشوفه، كيف صار ومتى الصالة كانت نظيفة وإيش اللي أشوفه أنا؟ وكانت الإضاءة كلها طافية والدنيا ظلام ما غير شموع في كل مكان في الصالة، وأنا جسمي مو قادر يشيلني من هول الموقف اللي أنا أشوفه وأشوف أطفال ورجال ونساء في كل مكان في الصالة. تركنا المكان وأخذني للدور الثاني، والصدمة أن الدور الثاني كان كل شيء مرتب وفيه أثاث وكان أيضا فيه رجال ونساء وكأن الوضع حفلة كبيرة فعلا. أخذني إلى أحد الغرف وكانت الغرف أيضا فيها بنات وأنا ماني عارف إيش اللي يصير وكأني في حلم صدق. دخلني للغرفة وتركني عنده وصاروا البنات يجيبون لي الأكل والموية، وبديت آكل من هذا الأكل وأنا ماني حاس بالأكل وكأن في شيء يدخل في فمي لكن ما كأني آكل أبد. صرت بس آكل وأناظر للبنات، كانوا البنات جدا جميلات فعلا وأثناء وأنا كذلك، إلا وتجيني واحدة منهم مسكتني من يدي وأنا في صدمة وأمشي معها وصارت تتكلم معي كلام ما فهمت منه أي شيء، وهذا شيء طبيعي لأن عندنا في الهند لغات كثيرة مختلفة وأنا حاس ما أقدر أتحكم في نفسي، صرت مثل الطفل اللي يمشي مع أمه. كان هذا وضعي بالضبط وقت ما مسكت يدي البنت وبديت أحاول أسحب إيدي منها لأن حسيت أن يدي صارت توجعني ومتخدرة بنفس الوقت، والغريب أشوفها ماسكة يدي لكن كأن يدي في الهواء، وبديت أحس كأن مخالب تضغط على يدي من شدة الألم وكأن يدها صارت خشنة وصارت يدي جدا حارة. وحنا نازلين وفجأة وبدت الأصوات الأغاني ترتفع في كل مكان في الصالة، وكان في بنات قدامي يرقصون وتركت يدي البنت اللي معي وراحت ترقص معهم. كنت أقول إن الإله حقنا بعثني للجميلات، وبينما البنات يرقصون حسيت بشيء غريب جدا. يقول أحمد كانوا البنات يرقصون ويتحركون بسرعة وبشكل مخيف جدا، وكنت كأني أشوف البنات وهم يتحركون بسرعة كأن الرأس ينفصل عن الجسم ويرجع مرة ثانية. حاولت أدقق في المنظر هذا لكن بسبب سرعة رقص البنات جسمهم كيف يتمايل ما كنت مستوعب الوضع أبد. قلت هذول مستحيل يكونون من البشر. طلعت من الغرفة وأنا أركض وتوجهت للدور الأرضي، وفجأة وأسمع صوت صراخ قوي جدا ولا بعمري سمعت مثله، وكأن الصوت طالع من الغرفة اللي كانوا فيها البنات أو بالقرب منها. استمريت في الركض ولا التفت وراي، وأول ما وصلت للدرج وأنا نازل إلا وأسمع صوت كأنه صوت ضوضاء أو شيء يحترق. التفت وراي وبديت أشوف نيران تطلع من الغرف، وكانت النيران متجهة لي وأنا أركض بسرعة وأصرخ ومن الخوف طحت من الدرج أغمى علي ولا أعرف قد إيش كان مغمى علي. صحيت وأنا طايح على الأرض، وأول ما فتحت عيوني إلا والمكان مظلم جدا ظلام مخيف حتى لدرجة ما أشوف يدي
أو أي شيء حولي، صرت ما غير ألتفت يمين ويسار وأرفع راسي فوق ولا أعرف أنا وين بالضبط. وكان المكان هدوء جدا بشكل رهيب ومخيف جدا. حاولت أقوم لكن كان جسمي مكسر ولاني قادر أحرك جسمي. بديت أتحسس يمين ويسار ولا أشوف أي شيء ولا أحس بشيء حولي، وصرت أحبي وأتحسس في كل اتجاه. شعرت كأني لمست يد أو رجل ماني عارف إيش بالضبط، لكن كأن الشيء هذا حجمه كبير وجلده خشن. بديت أتحسس أكثر وأنا حاول أقوم واتكي عليه. فجأة ويدي كأنها لمست مثل القفص الصدري، كأن الجسم الهيكل عظمي. رفعت راسي فوق إلا وأشوف عيون حمرة تلمع وتنظر لي. تخيل عزيز المشاهد لو حصل لك الموقف هذا وفي مكان مظلم تماما، إيش بيكون ردة فعلك؟ يقول أحمد: من هول المنظر صرخت ورحت أركض في هالظلام ولا أعرف وين وجهتي، كنت أحاول ألمس المفتاح الإنارة حتى أفتح النور. يقول أحمد: خلاص أنا تعبت، حس بجسمي كله كهرباء ومتخدر من الرعب اللي أنا عايش فيه، ولا أدري متى ينتهي هذا الكابوس وأقوم وأصحى من النوم. شعرت أن الموت أرحم لي من هذا العذاب والرعب اللي أنا فيه حاليا. وأنا على هذا الحال وأركض يمين ويسار أحس بأشخاص يركضون وراي ويلحقوني في كل اتجاه، وأنا حاول ألمس أي مفتاح إنارة إلى أن طاحت يدي على مفتاح الإنارة. وأول ما فتحت إنارة المكان والصدمة شفت حرمة قدامي واقفة وكانت عارية جدا تماما، وشكلها كان جدا بشع بشكل لا يوصف. بحياتي ما شفت مثله ولا حتى خطر على بالي شكل مثل البشاعة هذه، مخيف بشكل ما أقدر أوصفه وكأنه وجه شيطان. وصرخت صرخة: يا أبو محمد لو في جيران قريبين من الفلة هذه كان اسمعوا صوتي من قوته. وأول ما صرخت حسيت بهواء وكأنه دخل فيني من جهة صدري، حطيت إيدي على صدري ألتمس إلا وتفاجأ أني عريان تماما. كيف صار كذا ومتى؟ حسيت أن قلبي بيوقف، وش اللي قاعد يصير فيني بالضبط؟ صرخت وصرت أركض يمين ويسار ولا أدري وين أروح. شوي أغمى علي ولا صحيت إلا وعلى حرارة الشمس. حصلت نفسي طايح في حوش الفلة عريان بدون ملابس تماما. انطلقت أركض متوجه للباب. طلعت يا أبو محمد وأنا عاري تماما ولا أحس في نفسي، ما غير أركض وأصيح بصوت عالي والناس ينظرون لي بذهول مو عارفين أنا من وين طلعت وليش أصارخ وليش أنا بدون ملابس. مسكوني مجموعة رجال حاولوا يهدوني لكن أنا ما زلت أصارخ وحاول أتكلم لكن ولا كلمة فهموها مني، ما غير أأشر على الفلة. وأول ما وصلوا الشرطة انطلق لساني وصرت أقول لهم إيش اللي صار معي، لكن للأسف كان منظري يوحي لهم أني أنا شخص مجنون، لأني أبو محمد الهندوسية لا يؤمنون بوجود الجن وأنهم خلق من خلق الله. هذا الشيء اللي خلى الشرطة يأخذوني المصحة نفسية ظنا منهم أني أنا شخص مجنون. دخلت المصحة النفسية وصرت أصرخ فجأة وأقول كلام أنا مو فاهمة، وحتى أهلي ما كانوا يعرفون أنا وين بالضبط وإيش اللي صار علي. أحيانا أبو محمد إذا رجع عقلي أنادي الموظفين وأقول لهم أنا شخص ماني مجنون طلعوني من هنا، كانوا ينظرون لي ولا يتكلمون ويمشون من قدامي، وإذا جتني الحالة يصير أهلوس وأصارخ حتى كملت شهر عندهم تقريبا. بعدها صارت حالتي أفضل من أول وصار عقلي رجع لي شوي وبدت عافيتي تتحسن، عرفت ليش أنا في المصحة النفسية. ويا أبو محمد ولله الحمد أنهم قالوا عني مجنون، لأن في الديانة الهندوسية اللي تصيب الروح الشريرة طبعا يسمونها روح شريرة ما يقولون هذا جن، لأن يا أبو محمد هم يؤمنون بالأرواح الشريرة اعتقاد منهم أن هذه أرواح كانت لأشخاص عايشين. شفت يا أبو محمد كيف قدر الله كان؟ في بداية الأمر كنت بموت من القهر، أتمنى أموت ولا أجلس في المصحة النفسية. لك أنت تخيل يا أبو محمد من جحيم الفلة واللي حصل لي وانتهى فيني الأمر في المصحة النفسية ولا أحد راضي يصدقني أو حتى يعطي وقت قليل يجلس معي، كانوا يتصددون ولا يعطوني أي اهتمام، في نظرهم هذا مجرد مجنون وبالنهاية بيموت ونحرقه وخلاص، لكن مشيئة الله فوق كل شيء. يقول أحمد: خلال الفترة هذه أهلي عرفوا في وضعي ومكاني وكانوا يزوروني بين فترة وفترة، وكانت حالتهم صعبة لأن أنا اللي كنت أقوم في أمورهم من عيشة ومصروف وحاجاتهم، والآن توقف عنهم كل شيء وكنت أشوفهم وأبكي من القهر بسبب وضعي وكيف انتهى فيني الأمر في هذا المكان، بالإضافة إلى أن ما حد مصدقني، حتى أهلي يوم يزوروني كنت أقول لهم عن قصتي وكانوا ينظرون علي بشفقة فقط، يعني كانوا يظنون أنا فعلا مجنون، وإذا انتهت الزيارة أبكي بقهر من اللي فيني. وبعد أسبوع تقريبا خرجت من المصحة لأن حالتي صارت أفضل بكثير، وأول ليلة نمت فيها عند أهلي حسيت بحركة عند راسي، ويوم رفعت راسي أناظر إلا وتفاجأ في الشيطانة الجنية اللي شفتها آخر مرة في البيت. خفت منها وحاول أصرخ أو أنادي
لكن ما قدر، مسكتني من يدي وقمت معها وأمشي، والغريب كنت أشوف أبوي وأمي وإخواني وخواتي ينظرون لي وهم مبتسمين وكانت أشكالهم مرعبة. وطلعت مع هذه الجنية وحطتني في بيت معزول عن العالم، بيت أول مرة أشوفه، مكان مهجور جدا. دخلت في إحدى الغرف وبدت تضربني بشكل مبرح وأنا أصارخ واستنجد لكن ما في أحد يسمعني، حتى انتهت من الضرب ثم اختفت. بعد كذا حسيت أني أقدر أتحرك، صرت أركض. طلعت برا الغرفة وكان المكان كله غرف وكأني في مغارة كبيرة كلها دهاليز، ما أعرف وين أتوجه، أدخل من مكان هذا وأطلع من مكان نفسه. وأنا على هذا الحال وأشوف في إحدى الغرف نار، توجهت للنار وكنت أظن هذا إلهي، لأن عندنا في الهندوسية ديانات كثيرة ومنها إله النار، وكنت فرحان أظن أن هذا إلهي وراح ينقذني من اللي أنا فيه. ويوم قربت من النار إلا وأشوف حرمة جالسة ومعها طفل صغير، وكانت هذه الحرمة ماسكة أجزاء من جسم الطفل وتاكل فيه. التفتت لي الحرمة وكان شكلها مرة مخيف بشكل لا يوصف. صرخت بقوة وطلعت أركض ولاني عارف وين أروح، ومن الرعب والتعب طحت مغمى علي. صحيت بعد مدة وأحصل نفسي في مكان برا المكان اللي أنا كنت فيه، وكان المكان مألوف لي نوعا ما. توجهت للبيت حتى وصلت وحصلت أهلي خايفين علي يبحثون عني. المهم يا أبو محمد، حالتي بدت تدهور شيئا فشيء حتى صرت مجنون فعلا بسبب هذه الجنية اللي كل ما أنام تجيني وتأخذني إلى مكان مهجور وتبدأ تضربني وتعذبني. صرت أطلع من البيت وأنام في أماكن مهجورة أو عند قبور أو في أماكن فيها من القذارات الشيء الكثير، وصاروا الناس إذا شافوني وخاصة الأطفال يمشون وراي ويقولون نارين المجنون نارين المجنون، حتى أهلي تضايقوا مني كثير وصاروا يربطوني في البيت. لكن كل ليلة إذا جتني شيطانة تأخذني مكان مهجور وتبدأ بتعذيبي، وكان هالي مستغربين كيف فكيت رباط وطلعت، حتى صار أبوي يربطني بسلاسل، لكن ما في فايدة مع الشيطانة هذه، كل ليلة تجي ونفس الطريقة. حتى يوم من الأيام من التعب والتعذيب شفت شاحنة وركبت في الصندوق الخلفي، وكانت الشاحنة محملة أغراض. حطيت راسي ونمت ولا صحيت إلا وصاحب الشاحنة يصحيني منصدم مني، إيش اللي جابني هنا؟ صحيت مفزوع وسألته أنا وين؟ قال أنت في مدينة نيودلهي، يلا أنزل بسرعة. وكان معصب علي، وهنا أخونا أحمد وهو يسولف قصته بدأ يبكي وصرنا نهديه ونذكره بالله حتى هدى، ثم بدأ يكمل قصته. قال يا أبو محمد نيودلهي معروفين أهلها أنهم ما يساعدون أي مسكين ولا يعطونه لا أكل ولا شرب، يعني بتعيش على بقايا الأكل والماء، هذا إذا أنت محظوظ. وهناك بدوا ينادوني بالمجنون المتسول، وكانت الجنية كالعادة في كل ليلة تجي وتأخذني المكان مهجور وتعذبني، وهذا وضعي معها حتى صرت أخاف أنام، وصرت كل ما أشوف أي حرمة أخاف منها. وكانت المرأة هذه تتخيل لي هذيك الجنية وأهرب منهم، فكل ما تخلص من الضرب وتروح مني كنت أبكي على حالي ووضعي اللي مدري متى أرتاح منها، وبدأ يظهر علي أثار الضرب في جسمي بسببها، وصرت أجلس أيام ما أنام حتى ما تجيني، وصار شكلي مرة مخيف من أثر الضرب وقل النوم وسوء التغذية، وصار شعر راسي ولحيتي تغطي وجهي، وصار لي عدة أشهر يا أبو محمد وأنا ما تروشت ولا طب جسمي الماء. وبدأ يدخل علينا الشتاء وصارت الأجواء باردة جدا ولبسي خفيف ومتشقق، وأحيانا أحصل قطعة خبز أو بعض بقايا الأكل من بعض الناس، وأحيانا إذا في شخص يبي يساعدني يصد عني فجأة. كانت تخيل لهم صورتي بشكل مخيف يصدون عني، لك أنت تخيل يا أبو محمد، حتى أنها تمنع الناس من مساعدتي، وصرت متشرد لا أكل ولا ماء ولا مكان ولا حتى أهلي يسألون عني. كان مكاني وبيتي هو الشارع، وأسمع من بعض المتسولين يقولون روح للمستشفى الفلاني، لأن هذاك المستشفى كبير ويجون له ناس من خارج الهند ويعطون المتسولين أكل أو فلوس. توجهت للمستشفى وجلست عند المدخل الرئيسي اللي يدخلون منها المرضى، وصرت يوميا أجي للمكان هذا. ويوم من الأيام كان البرد مرة شديد، وكنت لاف يديني على رجولي وجالس من قوة البرد، ونمت شوي وصحيت إلا على سيارة قدامي نزل منها رجال كبير في العمر ولحيته كثيفة وبيضة، وكان شكله واضح من برا الهند ومعه ولده، ولده تعطي عمره ما بين 25 إلى 27 سنة تقريبا. كنت أناظر لهم وهم ينزلون من السيارة ولابسين ملابس شتوية، وأنا ميت من البرد، وتقدموا عليه المتسولين وراح طلع فلوس من جيبه وصار يعطيهم. سبحان الله تجي عين الرجال الكبير في العمر بعيني، وأنا طايح ما أقدر أقوم من قوة البرد ومن تعذيب الجنية لي، وصار يتكلم مع ولده ويأشر علي ولا فهمت إيش يقول، لكن اللي عرفته من اللهجة إن هذول الأشخاص من العرب. توجه لي ولده ونزل الجاكيت حقه وغطاني فيه، وأنا حاول أفتح فمي لكن ما قدرت من قوة البرد، أحس سنوني لاصقة في بعض،
تبسم لي ومشى. تخيل يا أبو محمد كيف كان شعوري يوم تبسم الوجه. يا أبو محمد أشهر كثيرة ولا شفت أحد تبسم بوجهي أو حتى من بعيد. حسيت أن الحياة رجعت لي من ابتسامة الشاب الكريم. رجع هذا الشاب حق أبوه ودخلوا المستشفى، وصرت متمسك في الجاكيت هذا خايف واحد من المتسولين يأخذ مني. وبعد كم ساعة طلع الرجال الكبير في العمر ومعه ولده، والتفت لي وبدأ يكلم ولده، ودخلوا مرة ثانية للمستشفى وشوي إلا ويجي الولد وهو مبتسم ويعطيني كيس. أخذت الكيس وفتحته حصلت فيه أكل. يا أبو محمد بكيت وبكيت وبكيت بشكل لا يوصف، وصرت أقول له شكرا بلهجتنا وأمسك إيده. وكان هذا الشاب الطيب يناظر لي ويبتسم ويقول الشكر لله الشكر لله. واكتشفت أن هذا الشاب يتكلم اللهجة الهندية. ولا أوصف لك فرحتي يا أبو محمد كيف حسيت الحياة دبت فيني من جديد. وصرت أفكر في الرجال هذا ولده، وكنت أقول في نفسي هذول معقولة موجودين في عالمنا هنا؟ كيف ناس فيهم رحمة وطيب على المساكين؟ يا أبو محمد رغم أن حالتي وشكلي كان مخيف، إلا أني كنت في استغراب من هذا الشاب وأبوه كيف ما خافوا مني وبعدوا مثل باقي الناس. كنت أتذكر حالي أول وأنا كنت قوي وأروح وأجي وأشتغل وأجيب مصروف حق أبوي وأجيب الأكل وكل شيء أنا موفر لهم، وكيف صارت حالتي الآن؟ يا أبو محمد والله شيء ما أقدر أوصف لك، لكن هذول الأشخاص العرب عطوني أمل من جديد في الحياة، وبديت أكل وصار الشاب يجيني يوميا ويعطيني الأكل لأن أبوه تنوم في المستشفى قرابة شهرين. صرت أقدر أقوم وأمشي، حسيت بعافية في جسمي، صرت نشيط. حبيت الشاب هذا وأبوه، تعلقت فيهم لدرجة إذا شفتهم أحس بانشراح بصدري وسعادة لا توصف. في كل مرة يعطيني الأكل كنت أشكره، وكان يقولي الشكر لله في لهجتنا الهندية. كنت أعتقد أنه يقصد الإله وأبوه، كنت أجهل في الدين الإسلام. ويوم من الأيام شفت الشاب هذا ومعه أبوه طالعين لحديقة المستشفى يتمشى مع أبوه، وتوجهت له على طول وقلت له الشكر لله. تبسم بوجهي وقال أنت مسلم؟ قلت لا أنا هندوسي. قال بس أنت قلت الشكر لله. قلت له إيه نعم أنا أشكر أبوك، هو الإله لأن أبوك هو اللي يجيب لي الأكل. فقال لي الشاب لا الشكر لله، الله هو اللي يجيب لك الأكل، الله سخرنا لك أنا وأبوي نهتم فيك فالشكر لله. ومن هذه اللحظة يا أبو محمد صرت أبحث عن إله هذول الناس حتى أشكر. كنت أفكر إنه شخص مثلا. شفت يا أبو محمد كيف وصل فينا الجهل؟ كنا في ضلال كبير، وأثناء حديثنا مع بعض عرفت أن هذول الأشخاص من الجنسية اليمنية، والشاب اسمه أحمد. ومن تعرفت عليهم يا أبو محمد وبدت الجنية تهددني وتقول ابعد عنهم لا تقرب لهم، وتسبني وتشتم تحاول تبعدني عن المكان هذا بسببهم، ولا كنت أعرف ليش أو إيش معنى هذول الناس الطيبين تحاول تبعدني عنهم، لكن كنت ما أرد عليها. يعني إيش تبي تسوي أكثر من اللي سوته فيني؟ حتى تعودت عليها وعلى شكلها وعلى تعذيبها لي، وكانت تزيد علي ضرب وتعذيب، لكن ما كنت مهتم. حتى جتني في ليلة من الليالي ومعها مجموعة من الأشخاص، كانت ملامحهم ما هي واضحة، وكانت أجسامهم جدا كبيرة وضخمة، وكانت تهددني إذا تكلمت معهم إنها راح تقتلني، تقصد أحمد وأبوه. لكن للأسف أنا مو فارقة معي، وأصريت أكون معهم لأنهم ناس فيهم رحمة وتواضع ويحبون الخير للجميع. وفي يوم من الأيام جاني أحمد وأبوه يسلمون علي ويودعوني لأن فترة علاج أبوه انتهت. يا أبو محمد دخل فيني حزن شديد واكتئاب وتعبت نفسيتي، ورجعت لحالتي مثل أول متشرد ومتسول. لكن كنت أرفع راسي للسماء وأدعي وأقول يا إله أحمد عطني طعام، لأن أحمد كان يكلمني عن الإسلام لكن ما تعمق أكثر لضيق وقته مع أبوه. لكن اللي يعرف أن الإله فوق، وهذا اللي كنت أسويه، وكنت ملازم مكاني عند المستشفى. لكن بخصوص الجنية ما زالت على وضعها تعذبني، حتى أن أثار الضرب صارت واضحة في جسمي، بالإضافة إلى أن فيه كتابات ورموز في جسمي بسببها، ولا كنت أعرف إيش تعني هذه الكتابات. وفي يوم من الأيام شفت رجال هندي لكن واضح عليه أنه مسلم، توجهت له لكن هو ابتعد عني لأن كان شكلي يوحي أني مجنون ومتسول. فقلت له الشكر لله الشكر لله. التفت لي وقال أنت مسلم؟ قلت له لا. وبديت أقص له سالفتي مع أحمد وأبوه. تعجب مني هذا الهندي وقلت له وين الله حتى أشكره، لأن هو اللي جاب لي الأكل. وبدأ يكلمني هذا الرجال المسلم عن الإسلام، وصرت أبكي بكاء شديد، وأخذني معه لبيته وعطاني من ملابسه وتروشت. تخيل يا أبو محمد من أشهر كثيرة ما تروشت، وكنت أحس بشعور مرة جميل كأني صرت خفيف مرة. بعد ما انتهيت من الاغتسال ولبست من ملابسه أخذني إلى مركز الإسلامي في الهند، وكان منظر مرة مهيب لي. أول مرة أشوف تجمع الهنود المسلمين بهذا الشكل، حسيت بانشراح وطمأنينة ما أقدر أوصفها لك يا أبو محمد، كأني أعرفهم كلهم. بدوا الموجودين يرحبون فيني بابتسامة، كان هذا المنظر لا يوصف، وبدوا يعلموني عن الإسلام. ونمت عندهم في المركز. يا أبو محمد أول مرة أنام وأنا متغطي، من أشهر كثيرة ما نمت مثل هذه النومة،
تذكرت حياة التشرد والجوع والبرد، وكنت أبكي وأقول الشكر لله الشكر لله. غمضت عيوني ونمت إلا وتجيني الشيطانة، لكن كانت بعيدة عني، ما قدرت أتقرب، وكانت تهددني بالقتل. وأول مرة أوقف قدامها ماني خايف منها، بل كنت أوقف وأناظر لها بكل قوة وأقول الشكر لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله. هذه الكلمتين اللي أنا حافظهم وأنا أقول الشكر لله والحمد لله. كانت الشيطانة تصرخ وتبعد وتتألم وكأنها تحترق، حتى أختفت من قدامي. صحيت وأحس بشعور النصر، وبديت أبكي بكاء شديد من الفرحة أني انتصرت عليها، كذلك من الحزن على حالي سابقا وكيف كانت تعذبني. يا أبو محمد، ما كنت أتوقع أن الموضوع يكون في البساطة هذه، كلمتين فقط انهزمت مني ولا قدرت تقرب لي. كنت جاهل جدا، وبديت أتعلم عن الإسلام في المركز، وكانت الجنية في كل مرة تجيني وأنا أقرأ من بعض الآيات في القرآن الكريم، وكانت تصرخ وتختفي حتى صارت كل ما تجيني أشوفها أضعف من أول. في ليلة من الليالي جتني، لكن كانت هزيلة جدا، ونظراتها لي هالمرة كأنها مكسورة ولا تقدر تقرب لي. صرت أقرأ من القرآن وتختفي، فقررت أروح للرجال الهندي اللي جابني للمركز هذا، لأن طلع هو المسؤول عن المركز، وبديت أقص له سالفتي مع الشيطانة وكيف وصل عليها الحال. قال لي الشيطان ما يقدر على المسلم المؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى يحميه ولا يقدرون يأذونه. وبدأ يعلمني عن بعض الأذكار والأدعية والمعوذات، وكلام أول مرة أسمعه. صرت متعلق في التعاليم الإسلام، وحرصت أني أقرأ وأتعلم أكثر. وطول فترة وجودي عندهم ما كانوا يجبروني على الإسلام، كانوا يقولون حنا شرحنا لك عن الإسلام، والآن الطريق الحق واضح لك، لك الخيار إذا حاب تسلم أو لا. حتى لو ما أسلمت راح تبقى عندنا معزز مكرم. سألت أنا، قلت يا أحمد، الحين طول فترة وجودك في المركز الإسلامي وتعلمت وحفظت ولا أسلمت بعد؟ قال ولله الحمد حفظت جزئين من القرآن قبل لا أدخل الإسلام. وفي ذاك اليوم يا أبو محمد قررت أعلن إسلامي وأنطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وامتلى المكان بالتكبير وصار الجميع يسلم علي ويبارك لي. وبالشرك يا أبو محمد غيرت اسمي من نارين إلى أحمد، حبا في أخوي اليمني اللي كان له فضل من بعد الله سبحانه وتعالى في دخولي في الإسلام، وفي تغيير حالتي للأفضل، وفي تخلصي من ذيك الشيطانة. ومن بعد ما دخلت الإسلام تغيرت حالتي 180 درجة، حتى أني أصبحت شخص ثاني مختلف بشكل كبير عن نارين الأول. قررت أروح لأهلي وأنا شخص آخر، لبست لباس المسلم وتوجهت المكان بيت أهلي. وحتى يوم دخلت الحارة صار الأطفال يقولون لي نارين المجنون رجع، نارين المجنون رجع. كان الكلام هذا يجرحني، لكن ما اهتميت لهم. النارين تغير ورجع بشكل جديد وبدين جديد واسم جديد. دخلت على أبوي وأمي وإخواني وخواتي، وكانوا مصدومين كيف رجع عقلي وصرت إنسان غير. كانوا سعيدين لي مرة، وكنت أنا سعيد لأن شفت أبوي وأمي وأهلي وجلسنا مع بعض. وبعد كذا قلت لأهلي أني أسلمت، وهذا الشيء اللي غيرني وخلاني أرجع عاقل. هنا تغيرت ملامحهم، وبدأ أبوي يرفع صوته علي ويخانقني، وبدأ يسب ويشتم فيني. حتى جاني واحد من إخواني وقال اطلع من البيت بسرعة ولا عاد ترجع، أبوي بيبلغ عليك الكاهن وراح يقتل. يقول أحمد في الديانة الهندوسية إذا غيرت ديانتك وصرت مسلم يقتلونك. ويقول فعلا هربت توجهت إلى المركز الإسلامي مرة ثانية، توجهت إلى أهلي الحقيقيين اللي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلهم أصبحت شخص جديد وكأني توني ولدت. وشرحت وضعي للمسؤول المركز وإيش اللي حصل مع أهلي. قال لي يا أحمد لازم تطلع من المدينة هذه، لأن حياتك بتكون في خطر وممكن في أي لحظة يقتلونك، لكن أنا أنصحك تروح لمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام في السعودية. وبدأ يتكلم عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف طردوه أهله من مكة وراح للمدينة، كلام كثير عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حبيت المدينة ومكة كثير، وفعلا ساعدني المركز في السفر إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة. يقول أحمد أنا ما راح أنسى الشاب اليمني، وما زلت أتذكر ابتسامته بوجهي، وما زلت أتذكر يوم يقول الشكر لله، وما زلت أتذكر يوم نزع معطفة وغطاني فيه، وما زلت أتذكره هو أبوه كيف كانوا ناس طيبين ورحومين ومتواضعين. الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ثم لأخوي أحمد وأبوه. وإلى هنا تنتهي قصة أخونا أحمد من الهند وكيف كانت حياته سابقا وكيف انتهت إلى ما هي عليه الآن. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.